السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في كورس Introduction to Computer Networks أو Introduction to Networks أو Network Fundamental. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في الكورس بتاع CCNA Semester 1 عن الكونتنت بتاعه. زي ما حضراتكم شايفين قدامكم دلوقتي، إحنا قلنا قبل كده إن CCNA ديت المستوى البيجينينج اللي هو البداية اللي ببتدي بيها الكورس بتاعي، او ببتدي بيها معرفتي عن علم الكمبيوتر نتوركس. وزي ما قلت قبل كده ان هم 4 سمستر، وان افريج السمستر الواحد بيتكون من حوالي من تو 10 فروم 10 تو 11 شابترز. زي ما حضراتكم شايفين ببتدي دايما كل سمستر بشابتر 0. شابتر 0 ده عبارة عن انترو، مش عن الكورس، لا، انترو هاو تو يوز ذا فولوينج انترفيس، ازاي تستخدم يعني الباك جراوند دي مثلا تغيرها من هنا، تقدر تختار صورة من دي. لو اخترنا دي مثلا هنلاقي الباك جراوند دي اتغيرت، تمام. اوكي، ايه تاني؟ تقدر ازاي تستخدم السيرش، تقدر تكتب مثلا لين، اوكي، ويجيب لك التوبكس اللي فيها اتكلمت فيها عن اللين، تقدر تكليك على اي واحد فيهم ويوديك على التوبك ده. اوكي، تقدر تستخدم البوك ماركس اللي هو تقدر تتعلم على حاجات معينة. طبعا احنا مش جوه شابتر دلوقتي او جوه تكست، عشان ابوك مارك حاجة زي الفيفوريت كده وهكذا، وده الهيلب. فشابتر زيرو في اي سمستر بس جاست هاو تو يوز او هاو تو ديل وذ ذا اونلاين كورس اوف سيسكو. لو بصينا كده وعملنا سكولينج هنلاقي السمستر الاولاني كام؟ 11 شابتر. شابتر 1 اللي هنتكلم فيه عنه النهارده اللي هو اكسبلور ذا نتورك، اكتشف ازاي النتورك وفايدتها ليا واهميتها في الحياه عندي، تمام. هو ده التارجت منه. شابتر 2 بيتكلم عن كونفيجرنج ا نتورك اوبريتنج سيستم. زي ما قلت في المحاضره اللي فاتت، مش معنى انك توصل كيبل ما بين تو بي سيز يبقى انت كده عملت ايه؟ نتورك. انت عملت فيزيكال كونكشن. بجانب ده محتاج اعمل كونفيجريشن، وبالتالي الكونفيجريشن دي بتتطلب ان انا اعرف ايه هو الاوبريتنج سيستم بتاع مين؟ بتاع الكمبيوتر نتورك، عشان ابدا اعرف ادي ازاي اعمل كونفيجريشن وادي اوامر للراوتر او للسويتش بتاعي. شابتر 3 بيتكلم على نتورك بروتوكولز اند كوميونيكيشن. ايه هي البيزكس والاساس العلمي اللي اتبنى عليه فكره علم الشبكات اساسا؟ ازاي اقدر اوصل رساله تكست؟ ازاي انا محتاج لفيزيكال كونكشن وهكذا. بعد كده الشابترز اللي بعد كده اللي من اول شابتر 4، تمام، بيتكلم على التو ريفرنس موديل اللي هو التي سي بي اي بي والاو اس اي موديل، واحد بسبعة لير والتاني باربعة لير، وبيبتدي بيشرح كل لير من اللايرز ديت، تمام. في شابتر او في نص شابتر، وفي ناس بيستمر الكلام عليها زي النتورك لير في اكتر من شابتر، زي شابتر 6 واي بي ادريسنج تبع النتورك لير، والسب نيتنج كمان تبع النتورك لير. انتوا متخيلين كام شابتر؟ حوالي 3 شابتر للير واحد، والترانسبورت لير دي احد اللايرز، والابلكيشن لير اخرهم، ودي فيها الحقيقه الشابتر ده اكتر من لير، الابلكيشن والسيشن والبرزنتيشن. وفاينالي بينهي الكلام ده عن ازاي ان انا ابيلد اسمول نتورك. وبكده ده السمستر الاولاني يخلص، والفوكس عليه اكتر عن اللان وليس الوان. مركزين؟ طيب what about the other semesters؟ ايه اخبار الثلاثة سمسترز الباقيين؟ الحقيقة السمستر الثاني والثالث في السي سي ان اي بيبقى مقسوم اوامر الراوتنج والسويتشنج فيهم، فهم عملي اكتر من هم ثيوريتيكال اللي هو نظري او كونسبتس لازم افهمها واعرفها في علم النتورك. طب وسمستر 4 بيتكلم عن ايه؟ عن البيزكس بتاعت الوان، الوايد اريا نتورك، تمام. يبقى كده لو حبينا نلخص ال4 سمسترز بتوع السي سي ان اي، الفيرست شابتر بيركز على اساسيات علم النتورك وعلى اللان، ازاي تبني لان. شابتر 4 الاخير خالص بيفوكس على الوان اللي هي الوايد اريا نتورك، وما بينهما هي الكونفيجريشنز والامر اللي ممكن اعملها على السويتش والراوتر، فهم عملي موزان ان هم يكونوا ثيوريتيكال كونسبتس او اسبكت. ليتس ستارت، تعال نبتدي مع بعض ونبتدي عن شابتر 1. زي ما حضراتكم شايفين، اول ما بنكليك على الشابترز بيبقى فيه المين توبكس اللي هو انتروداكشن، جلوبالي كونكتد، لان وان اند انترنت، كل البيزكس دي او كل السكشنز دي. تقف على اول سكشن تلاقي بوابه ثانيه ثالثه لحد ما تلاقي الستارت بتاعتي، فبدوس على ده. هو شابتر 1 اكسبلورنج ذا نتورك، ده دايما بدايه مين كل شابتر كده، اللي هو بيتكتب التايتل بتاع الشابتر والاسم بتاعه.
هنا بيقول لك طبعا نتورك ده حاجة مهمة جدا في حياتنا، ما نقدرش نعيش من غير نتورك. وزن الشابتر بيبقى فيه حاجة اسمها كلاس اكتيفيتي، يعني بعض الأنشطة اللي بتمارس. المفروض إن اللي قاعد قدامي دلوقتي ما يعرفش يعني إيه كمبيوتر نتورك ولا يعرف أي حاجة عنها، وبالتالي هو عاوز بيعمل بري تيست لحضرتك أو اختبار قبلي أند بوست تيست في آخر الكورس أو السمستر ده، بيعمل اختبار بعدي. بيقول لك أنت دلوقتي قاعد في لاب، قاعد في شغل، قاعد في مكان في اي ديفايس من النتورك. ايوه ممكن حضرتك ترسمها لي او تكتبها لي، انت شايف ايه؟ طبعا المفروض او ان المفترض ان حضرتك ما تعرفش يعني ايه راوتر او يعني ايه سويتش او كده. فممكن مثلا تبص على يمينك او شمالك في المعمل او في الشغل تلاقي ايه، في كابل، في جهاز كده عامل زي الثلاجه الصغيره اللي هو ده قلناه قبل كده ويب سيرفر، في جهاز تاني مربع في كابلات اللي هو ده هيبقى السويتش، في جهاز تالت اللي هو وصل بخط الانترنت ده اللي هيبقى راوتر. تمام، عشان يبين لك. ممكن كمان في ناس بتغلط وفي البداية الكورس ده وترسم البي سيز الاجهزه على اعتبار ان هي اجهزه من اجهزه الشبكات، الكلام ده صح غير صحيح؟ مش صح. ترسم برينتر ده مش من النتورك ديفايسز، ترسم سيرفر ده مش من النتورك ديفايس. امال ايه النتورك ديفايس؟ هنعرفها بالتفصيل within this chapter. اول حاجه بيبتدي الراجل بفيديو تشويقي عشان نحس بيه يعني ايه كمبيوتر نتورك، ايه فايده النتورك. فبيقول لك نتوركس in our daily lives، يعني ايه الكلام ده؟ هنبتدي بعرض الفيديو ده. Welcome to a brand new day. A new way of getting things done. Welcome to a place where maps are rewritten and remote villages are included. A place where body language is business language. Where people subscribe to people, not magazines. And the team you follow now follows you. Welcome to a place where books rewrite themselves. Where you can drag and drop people wherever they want to go. And a phone doubles as a train ticket, plane ticket, or lift ticket. Welcome to a place where a wedding is captured and recaptured again and again. Where a home video is experienced everywhere at once. Where a library travels across the world. Where businesses are born, countries are transformed, and we're more powerful together than we ever could be apart. Welcome to the Human Network. زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو ده، هو بيعرض لي على المظاهر المختلفة والفيلدز المختلفة والابليكيشنز المختلفة اللي فيها علم الشبكات واستخدام النتوركس واحنا مش حاسين. نقدر مثلا نشير الانترتينمنت مومنتس، اللحظات اللي فيها سعادة، زي لو ناس بتتجوز في مكان بعيد واحنا مش قادرين نشوف الكلام ده، من خلال ان هما بيصوروا اللقطات ديت ويبعتوها عبر النتورك نقدر نشوف الكلام ده. نقدر نحجز التيكتس بتاعت الايربلينز بتاعت الترينز والقطارات، كل ده من خلال الانفراستراكشرز اللي هي النتورك. نقدر كمان نشير مومنتس ونقدر نعمل كوميونيكيشن سواء فيديو او تكست او نبعت اس ام اس او نبعت حاجات كتيره جدا واحنا في ديفرنت بليسز. اذا النتورك مهمه جدا ان اور ديلي لايفز وما نقدرش نستغنى عنها. الفيديو اللي جاي ده هيتكلم تكنولوجي زين اند نام. اوكي نشوفه كده مع بعض. Thank you.
زي ما حضراتكم شفتوا الفيديو ده بيورينا التكنولوجي بتاعة الاتصالات والكوميونيكيشن والسنترالات القديمة كانت شكلها عامل ازاي، ودلوقتي شبكة مش ال network of network، شبكة الشبكات بقت واصلة ازاي، وان انا بستخدم ميني ديفايسز اجهزة زي اللابتوب والبي سيز، وكانت زمان في طبعا حاجة اسمها المين فريمز والسوبر كمبيوترز عشان تقوم بعمليات معقدة وبتبقى في المؤسسات او الشركات الكبيرة، ودلوقتي بقيت بستخدم البورتابل ديفايسز الايباد والبي دي اي البيرسونال ديجيتال بيرسونال اسيستنس، وكمان بستخدم الموبايلز ديفايسز بالسمارت فونز اللي عندي عشان اقدر اوصل او احقق الكوميونيكيشن واكسس السيرفيس المختلفه، سواء كانت في القطاع الميديكال او الانجينيرنج او الاديوكيشنال، في قطاعات كتيره جدا. واصبح وصل الان في كونسبت في العالم ان الانترنت والنتورك بقت حق اصيل لكل الناس، من حقهم ان هم ياكسسوا النت ومش مجرد رفاهيه او حاجه من هذا القبيل. دلوقتي هنتكلم على ان احد فوائد النتورك كانفراستراكشر والنتورك ان لها وجود في الحياه هو نو باوندرز. يعني ايه نو باوندرز؟ زي ما حضراتكم شايفين من الصور الموجوده دي، زمان كانت الناس عشان تتعرف على بعضها او تشوف بعضها لازم تقابل بعض، ويا سلام لو كان كل واحد في بلد او في كل مكان، فالكوست بتبقى عاليه عشان يتقابلوا او حاجه زي او يشوفوا بعض او يتعرفوا على بعض. لكن دلوقتي بفضل وجود الانفراستراكشر بتاعت النتورك ووسائل الكوميونيكيشن، ده اصبح ان الناس تقدر تشوف بعضها وتقابل بعضها وتكلم بعضها وتبعت رسائل لبعضها وصور لبعضها، وكل حاجه تقدر تشيرها مع الاذر بيبل اول اوفر ذا وورلد على مستوى العالم في اي لوكيشن او في اي زون. فعشان كده بفضل النتورك خلت ان مفيش حدود ما بين البلاد او القارات. نتورك سبورت ذا واي وي ليف. زي ما حضراتكم شايفين الفيديو ده هيعرض لنا التعليم زمان كان عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي، اللي هو باختصار شديد ان زمان حضرتك مضطر انك عشان تاخد العلم او تتلقى العلم، سواء كنت طالب في المراحل ما قبل الجامعية أو المرحلة الجامعية، كان لازم تحضر بنفسك في السكول المدرسة أو في اليونيفرسيتي في الجامعة أو في الكوليدج الكلية، ولازم تحضر في مدرج معين أو سيكشن معين أو لوكيشن معين عشان تقابل المدرس أو الدكتور وتتلقى منه هذا العلم. دلوقتي طيب افرض لا قدر الله حصل لك أي ظرف، كنت مسافر، كنت تعبان، ما قدرتش تحضر المحاضرة، فالنتيجة إنها فاتتك. لكن بفضل وجود النتورك قدرنا المحاضرة دي تتصور ويحصل لها ممكن بث مباشر، ممكن بعد كده تتسجل وحضرتك تقدر تشوفها في أي وقت متاح ليك وكده. فأصبح فعلا دلوقتي مفيش قيود ومفيش مشكلة على إنك لازم تبقى متواجد في مكان معين. هنتفرج على الفيديو ده مع بعض اللي هو بيوضح لنا فيه القصة دي. Do you remember sitting in a classroom like this? Like this. Like this. Do you remember when it was all about classrooms? Do you remember when you couldn't watch a lecture at Peking University on your iPod? When you couldn't download problem sets on your cell phone and troubleshoot them in a chat room with grad students in three countries? World's changed. You don't have to be in school anymore to take a class. You don't have to be in a classroom to have a teacher. You don't have to be under 30 to feel like you've got a whole lot left to learn. Your job, your world, might demand that you constantly keep learning. Learning might be something you keep doing all your life, because school might be something that always goes with you, right there, anytime, anywhere. That dynamic, networked flux of knowledge and teaching that's happening all around you, in the cloud, on the web, on your phone. So you could say, it's not about the classroom anymore. Or you could turn all that around and say, the classroom just got a whole lot bigger.
network support the way we communicate. رجعنا تاني بس بنو ديتيلز اكتر عن اللي هو السلايد دي اللي احنا كنا بنقول فيها نو باوندرز، مفيش حدود ناس تقدر تعرف عن بعضها بسبب النتورك. لهنا بنتكلم ان النتورك سبورت ذا واي وي كوميونيكيت، ازاي يحصل كوميونيكيشن ما بيننا وما بين الاذر بيبل. اول حاجه لازم تعرف ان في ديفرنت فورمز او فاريس ويز تو كوميونيكيت تو ذا اذر. سو فيرست وان از تكستنج، انك تبعت اس ام اس او وسائل نصيه. وعندنا بسم الله ما شاء الله دلوقتي الابلكيشنز اللي على الموبايل ولا على اللابتوب ولا على الكمبيوتر، سواء على الماسنجر سواء الواتساب فايبر، حاجات كتير جدا مش عايز انساها اللي انتوا بتستخدموها في وسائل انك بس جاست تكستنج تبعت ايه رسائل نصيه. سوشيال ميديا طبعا، اول ما نقول السوشيال ميديا نفتكر على فيسبوك تويتر لينكدين، كل الحاجات دي وسائل تواصل ما بين كوميونيتي والناس تقدر تشير بوست كرييت حاجة معينة تحط صورة تحط سجيشن وحاجات كده. كولابوريشن تولز، كولابوريشن تولز دي ودي تولز زي اديكم مثال الجوجل ابس. عارفين الجوجل ابس في احد الابليكيشنز بتاعت اللي عملها جوجل اللي هي ايه، حضرتك بتقولك مش لازم اول ما بتنزل ويندوز تمام تنزل مايكروسوفت وورد. ايه مايكروسوفت وورد؟ البرنامج اللي بكتب بيه، او مايكروسوفت اكسل. ايه ده طب امال ايه؟ انت عايز لابتوب وفي كونكشن تو ذا انترنت سواء وايرد او وايرلس، ايوه، وبراوزر على الجهاز بتاعك، ثم بالاكونت بتاع جيميل تقدر تكريت وورد فايل، وورد اونلاين، اكسل وورد، اكسل اونلاين شيت، تقدر تكريت باوربوينت برزنتيشن. هو دي الفكره، يعني ان يبقى الوورد اونلاين هو ده اللي بتقدمه. لا ده مش الايه، ده مش البيج ديل. الكونتريبيوشن العظيم في ده، وعشان كده سميت بكولابوريشن تولز، انك تقدر تشير الفايل ده واتيفر وورد اكسل اي حاجه باوربوينت ما بينك وما بين يور كوليجز او الناس اللي انت هتختارهم عشان يقدروا يعملوا اديتنج الفايل ده. فعلى سبيل المثال ممكن تستفاد بالخاصيه دي مثلا في البروجكتس اللي انتوا بتاخدوها في الكلاسز بتاعتكم بتاع اي ماده. واحد بيعمل الدوكيومنتيشن، واحد هيكتب الانتو، واحد هيكتب الابستراكت، واحد هيكتب مثلا جزء بتاع الديزاين او الكودينج. فكل واحد بيقاد في فايل واحد اونلاين كلكم بتعملوا شير، وبيسمع في اللحظه والتو اللي بيحصل فيها موديفيكيشن للفايل ده. فده احد وسائل الكوميونيكيشن او التواصل، واسمها كولابوريشن تولز، ادوات او ابلكيشنز بنتعاون بيها مع بعض تو بيرفورم او تو دو سبيسيفيك تاسك. في البلوجز بنسمع كتير جدا عن يقول لك ايه الشخص ده بلوجر سواء ولد او بنت، ده هاي ايه فكره البلوجز دي؟ طبعا البلوجز دي ابريفيشن لكلمه ويب بلوجز. ويب بلوج دي مواقع على النت خلاص، بتبقى صفحات بتسبورت ده انك تكريت يور بلوج خاصه بيك، بتبقى هدفها التواصل مع جلوبال اودينس. انت ممكن ما تعرفهمش ولا هم يعرفوك، بتقدم اي حاجه معينه مثلا اراء، سواء كانت الاراء دي ثقافيه اجتماعيه حتى سياسيه، والناس اللي ما تعرفكش دي اللي بتخش على البلوجز دي بتكتب كومنت على الكلام ده، رايها موافقه معارضه، لا نضيف حاجه لا مش الحاجه. في الويكيز دي عامله زي البلوجز بس ايه مو سبيسيفيك شويه او متخصصه اكتر، ازاي انها بتكريت جروبس من بيبل لهم انترستس معينه، لهم اهتمامات معينه، في الكمبيوتر ساينس، ناس في البروجرامنج، ناس في مثلا في البوليتكس، في ناس تانية في الكالتشر، في الليتريتشر، كل الحاجات دي. بودكاستنج، سمعنا عن ايبود اللي ده كان ديفايس معمول طبعا شركة ابل، كان هدف الجهاز ده ان هو يعمل ايه، يحط عليه مقاطع صوتية وتسمع حاجة كده زي الام بي 3 بلاير او الايه او الام بي 4. ايه الفرق بين الام بي 3 والام بي 4؟ الام بي 3 يعني بيشغل صوت اوديو بس، MP4 اوديو ايه وفيديو. طيب انا بقول ايبود، لا انا بقول بودكاستنج. كاستنج جاي من بودكاستنج. يعني ايه بودكاستنج؟ يعني بتسمح للناس انك تبعت لهم ساوندز معينه، ريكوردز معينه. عشان اقرب لكم الفكره على طول افتكر موقع معين، ايه هو؟ ساوند كلاود. عارفين الساوند كلاود اللي هو تخش عليه بتسمع اغاني، بتسمع حاجات بس مباشر لبعض القنوات او التشانلز، هو ده البودكاست. في برضه حاجه تانية البي تو بي او البير تو بير، ده كلمة ونص اللي هو معناه فايل شيرينج. يعني فايل شيرينج؟ حضرتك طبعا اكيد سمعت او جزء منكم عن التورنت فايل. ايه التورنت فايل ده؟
ده نوع من الملفات الاكستنشن بتاعه دوت تورنت تي او ار ار اي ان تي. ماله ده؟ هدفه ان انا اشير مع ناس تانية زمايل ليا اي حاجه، اي حاجه، جيم، موفي، برنامج، سوفت وير، كومبايلر، اي حاجه. ببقى انا مثلا عندي اوريجينال كوبي او النسخه الاصليه وعايز اديها لواحد صاحبي، واحد يقول لي من اللي قاعدين طيب ما خلاص ما تحطها على فلاشايه على اكسترنال هارد على اس اس دي. طب افرض ان انت في مكان وصاحبك ده في مكان تاني وعايز تبعت له الفايل ده، فبتعمل ايه؟ فبتكريت له تورنت فايل، بتكريت للسورس بتاعك ده تورنت فايل في برامج مخصصه لده. الفايل ده لا يتعدى الكيلو بايتس وبتبعته له، وبرنامج تورنت داونلودر بيفتح هذا الملف ويقدر يداونلود. الفكره بتعتمد على ايه؟ لو الفايل ده اللي هو التورنت فايل راح لاحمد وعلي وعصام وفتحي كلهم بينزلوا، كلهم مش هينزلوا نفس البارت، امال ده بياخد حته وده بياخد حته وده بياخد حته. ليه؟ عشان السورس ما يفضلش فاتح 24 ساعه. وبعدين انت وزمايلك بتتبادلوا الحتت البارتس دي او الشانكس دي مع بعضهم، اللي نزل الجزء الاول يبعته له والتاني يبعت له الجزء التاني والتالت وهكذا. تمام؟ نتورك سبورت ذا وي وي ورك. زي ما حضراتكم شايفين ناس دي قاعده في قاعده اجتماعات عامله ميتنج خلاص، وفي واحد هناك في مكان تاني في بلد تانيه، وفي اللي هو شاشه كبيره وفي كاميرا متثبته. التكنولوجي دي في قلب سيسكو اسمها تيلي بريزنس. تيلي بريزنس يعني تيلي بريزنس الوجود عن بعد، تيلي عن بعد، وبريزنس معناها جاي من بريزنت، جاي من بريزنت هو موجود. فتيلي بريزنس يعني الوجود عن بعد، يعني بيخلوا الشخص ده رغم ان هو بعيد كانه قاعد معاهم بالظبط، بيشوفوه صوت وصوره من خلال الكاميرا ديت وليه الشاشه دي. طب هو بيشوفهم ازاي؟ هو فاتح اللابتوب، كل المشهد ده بيتنقل له عن طريق مين؟ الكاميرا اللي بتصور دي ليه هنا. طيب عظيم. بيقول لك النتورك سبورت ذا وي وي ورك. ايوه، كان زمان دايما نسمع في الافلام والمسلسلات يقول لك ايه، اي بزنس مان رجل اعمال، انا عندي دلوقتي اجتماع فمش عارف فين، في بلد ايه، انا عندي سفريه في ايه، ما بقتش الناس محتاجه تسافر الاماكن دي كلها وتضيع وقت وحجز ريزرفيشن في اوتيلز ومش عارف. ده مش معناه ان الطريقه دي اللي هي طريقه التيلي بريزنس لغت السفر، لا، اتليست قللته. ما بقاش الناس تسافر الا الحاله ارجنت، وصلت الفكره؟ ما بقاش سفر على الفاضي وعلى المليان. ممكن برضه في ميتنج زي اي ميتنج، مش شرط طبعا يكون مسافر خارج البلد، ممكن في حته تانية، بس عبال ما يجي هيباخد عدد معين من الساعات. طب واحنا عاوزين لك من الاجتماع يقدر ايه يشاركنا الميتنج ده؟ فعشان كده ده بفضل النتورك هو ده اللي غيرت لنا طريقه الشغل بتاعتنا وسهلتها وسرعتها وبقت افضل بكتير. نتورك سبورت ذا وي وي بلاي. الموضوع ده مهم جدا. حضرتك لما تيجي تسالك واقول لك حضرتك تحب تلعب على الكمبيوتر؟ اه بحب. الناس بقى تقول لك بلاي ستيشن، ماشي. الناس القديمه قوي تقول لك اتاري، الناس اللي قبلها ما اعرفش ايه. ودلوقتي طبعا بنسمع عن الفيديو جيمنج الجديده والاكس بوكس والحاجات ديت والكنكت كاميرا اللي هي بتجيب الابعاد بتاعتك وكده. طيب لما تيجي تسال واحد السؤال الاتي، لو تحب تلعب ماتش كوره بنفسك ولا تلعبه على الكمبيوتر، بتبقى مبسوط انهي اكتر؟ واحد يقول لك لا انا مبسوط اكتر وانا بلعب بنفسي، حتى لو هتلاعب فريق مكسح اسمنت اسيوط او اي حد فريق يعني بالكوره بتخش من تحت جوان، هتبقى مبسوط. السؤال ليه قال ده؟ ببساطه شديده، انك لما بتلعب بنفسك كل اعضاء جسمك بتتحرك، دماغك، عينيك، رجلك، ايديك، تفكيرك، تركيزك، الشيرنج ما بين في ناس حواليك، كل ده، فبتبقى الاكسايتيشن والانترتينمنت بتبقى اكتر واعلى. على عكس ما تقعد على الكمبيوتر وتمسك تقعد في زراير او جويستيك وعمال تتكتك فيها وشوط واعمل وبتاع، بيبقى نوع من اخر من المتعه، بس مش زي، لا يمكن يطاغي الايه الفيس تو فيس جيمنج، صح؟ الناس بتوع الجيمنج فكروا لا احنا عاوزين ايه، نعمل لير كده في النص، نحس انسان ما بيلعبش لوحده وفي نفس الوقت ايه نخليه يبقى مبسوط. فاخترعوا النتورك جيمنج. ايه ده؟ في فتره من الفترات، الكلام ده حوالي زي في بدايه الالفينات يعني 2003 2002، انتشرت الجيمز. بدل ما تقعد انت حضرتك وبالذات الاستراتيجي جيمز اللي فيها مجموعه من الليفلز تلعب نفسك وبتاع وتكسب وتقابل صحابك تاني يوم، يا فلان ايوه انا قفلت الليفلز كلها بتاع اللعبه دي، يقول لك ايه لا انا مش مصدقك او الكلام ده مش صح.
او اثبت لي. فظهر ليفل بتاع النتورك جيم. ايه النتورك جيم؟ ان احنا مع بعض كده نروح 4 5 6 نروح على اي سايبر نتورك او نجيب اجهزتنا ونلعب كل واحد على جهازه ونشير على نفس اللعبه ونستخدم كاركترز. بس انت عارف الشخصيه دي ده احمد صاحبك، والشخصيه دي ده مثلا عمر، والشخصيه دي، فبيبقى نوع من الاكسايتيشن. برضه لقوا ان ده مش كفايه. ايه ده مش كفايه؟ عملوا بقى جيل مين؟ اكس بوكس. ايه الاكس بوكس ده؟ حضرتك طبعا الناس لو عارفاه او جابته، ده جهاز كده عامل زي ريسيفر تمام، او سي بي يو صغننه. ده الاكس بوكس نفسه فيه كاميرا كينكت. الكاميرا دي غير ان فيها ار جي بي، فيها ايه؟ الدبس. ايه الدبس ده؟ دبس كاميرا، يعني بتعين الاحداثيات بتاعتك عن بعد من خلال انها بتعمل ايميتنج الانفراريد وتستقبل الراجع بتاعه من خلال سنسور تاني، وبتعين حوالي 20 نقطه هم الكوردينيتس بتاعتك اللي هو عند الراس، عند الرقبه، عند الجوينتس اللي هي اللي هو في الدراع كده، في جوينت اللي هو المفاصل زي ما بيقولوا. المهم اي حركه او هزه من جسمك على طول بتتاثر اللعبه، فخلاك بقت مبسوط. فهمنا بقى ان النتورك ازاي سبورت ذا ويب بلاي. نتيجه تطور النت والانترنت والنتورك ده سمع معايا في الجيمز، بقت في فرايتي وبقى فيها اوبشن. بدل ما العب لوحدي اقدر العب انا وتيم على النت، لا انا اقدر العب باكس بوكس، اقدر دلوقتي. والناس اللي هي برضو عايزه مثال اخر، الجيمز اللي هي اونلاين اللي انت بتلعبها على الفيسبوك او الحاجات ديت، وتقدر تلعبها مع زمايل ليك. طيب قلنا قبل كده ده بيبقى اكتيفيتي كده في النص، بيبقى ساعات مطلوب. نتورك اوف ميني سايزز، يعني ايه الكلام ده؟ ده مختلف يا جماعه عن سؤال وات ذا تايبس اوف كمبيوتر نتورك، ايه انواع كمبيوتر نتورك؟ انواع كمبيوتر نتورك لان وان مان. طب ايه نتورك اوف ميني سايزز؟ من اسمه بيقول ايه اللي جواه؟ يعني الشبكات باحجامها المختلفه. حضرتك ده فلاش فايل او انيميشن فايل، كل ما تقف هنا على كل بلس من دول بيجيب لك وصف او ديسكريبشن على النتورك. اول حاجه سمول او هوم نتورك. واحد دلوقتي في البيت بتاعه حب ايه؟ عنده جهازين، جهازه وجهاز اخوه تمام، حب يعمل نتورك ما بينهم. اتكلمنا في اول محاضره خالص في النتورك ازاي تسيت اب الان، وانك تجيب الكيبلز ازاي وتستخدم الكامبنج تول والكلام ده كله. فالراجل وصل وعمل نتورك. اما نيجي نوصف النتورك دي نقول عليها ايه؟ دي نتورك كبيره صغيره؟ دي سمول هوم نتورك، شبكه صغيره على قد البيت. طيب بعد ما اتخرجت انت وزمايلك قررتوا تفتحوا مشروع، فواحد قال ايه؟ انا عندي المكان في بيتنا، والتاني طب والاجهزه؟ المشروع ايه؟ شركه برمجه. والتاني قال طب والاجهزه اللي هنقعد عليها وهنبرمج عليها؟ قال كل واحد يجيب اللابتوب بتاعه البي سي بتاعه. وابتدى بقى في وجود للمكتب بتاعك او الشركه بتاعتك. طيب انا عايز الداتا اللي على هارد سمير، وسمير عايز الداتا اللي على هارد علي. لا يا جماعه ما ينفعش كده، مش كل شويه هنجيب فلاشات واكسترنال هارد، لازم نعمل ايه؟ نتورك صغيره تربطنا. فبرضه بتسمى هذا النوع من النتورك سمول اوفيس او هوم اوفيس. شايف الاثنين سمول اوفيس او هوم اوفيس فيهم شبه من بعض؟ هي شبه من بعض برضه، ما زالت نتورك ايه؟ صغيره في الحجم، عدد الاجهزه فيها مين؟ صغيره. طبعا حاجه زي كده تطلب ايه؟ سويتش اللي هو المشترك، لانه بقى اكتر من ايه؟ من جهازين. اقل من جهازين مش محتاج ايه؟ سويتش. طيب نيجي بقى لكبرنا ربنا كرمنا، وشركه البرمجه دي كبرت معانا، فأجرنا شقة تانية فوق الشقة بتاعتنا، وشقة تالتة، وهكذا. وكل شقة فيهم أجهزة، فعملنا هنا لان وهنا لان وهنا لان. فالنتورك دي توصف إيه؟ ميديم تو لارج، من متوسطة لكبيرة. يعني الشبكة مش الشبكة نفسها، من شبكة متوسطة لكبيرة. ما ينفعش أقول على سمول هوم ولا سمول أوفيس، لأنها بقى عندي بقى دور مثلا للديفلوبر، دور للتيستر، دول كل واحد من دول طبعا بتيم. لا لا، ده الموضوع كبر معانا، والشركه بتاعتنا بقت انترناشونال ولها برانشز او مالتي ناشونال، بقت وورلد وايد نتورك. اللي هو زي مين؟ اي بقى نشاط كي اف سي كنتاكي، ده يعتبر له افضل في مستوى العالم، فمتواصل بفرع مصر بالسعوديه بامريكا نيويورك. فده كده ايه؟ وورلد وايد نتورك. حلو. تاني باكد اللي انا كنت بشرحه ده، مش وات ار ذا تايبس اوف نتورك، امال دي ايه هي السايزز بتاعت النتورك، احجام النتورك؟ في صغيره، في متوسطه، في ايه؟ كبيره. كونسبتس مهمه اساسيه، او قبل ما يفكروا او قبل ما يبقى موجود فكره النتورك اللي هي هي عليها الان او بشكلها الحالي، كان في حاجات صغيره كده مودلز او بروتوتايبس لفكره النتورك. ايه هي المودلز دي او كده؟
كونسبت اسمه كلاينت اند سيرفر. كلاينت وسيرفر كلاينت يعني زبون او عميل، سيرفر يعني خادم، تمام. فالسيرفر دايما بيبروفايد خدمه، تمام. السيرفر بيبروفايد خدمه. السيرفر الحقيقه له انواع، انواع في انواع. في حاجه اسمها فايل سيرفر سوري في حاجه اسمها ويب سيرفر، في حاجه اسمها ايميل سيرفر. يعني كل اسم من دول له معنى. ويب سيرفر يبقى السيرفر ده ما معلهوش بس الا ويب سايتس، خلاص. يعني مثلا يعني للتبسيط، حاطط عليه الويب سايت بتاع الفيسبوك، حاطط عليه الويب سايت بتاع ياهو، جوجل، الكلام ده كله، تمام. طيب اما اكتب اي يو ار ال وادوس انتر، بيكومنيكيت بالسيرفر ده ويجيب لي الكونتنت او الصفحات الاتش تي ام ويعرضها لي. ايه فايل سيرفر؟ من اسمه برضه معنى، سيرفر معهوش الا ملفات، زي الحاجات يا جماعه اللي احنا بنداونلود منها مواقع، الفورشيرد وال ايه تاني، واي حاجه موقع بنعملها، والابلود، كل المواقع اللي انت بتداون منها ملفات، واتفر الملفات دي جيمز، فيديوز، بروجرام، سوفت وير، اي تايب. المهم شغله السيرفر ده انه بيحط عليه ملفات تقدر ترفع عليه وتنزل منه، فبقى اسمه ايه؟ فايل سيرفر. طيب ايميل سيرفر، من اسمه ده سيرفر معلوش بس الا سيرفيس بتاعت الايميل، خدمه الايميل، يعني حد يبعت ميل، حد يستقبل ميل، ان سو اون. قصاد التلات انواع دول اتوجد تلات انواع كلاينت، اللي هو فايل كلاينت، ويب كلاينت، ايميل كلاينت. كل واحد من دول برضو هو نفس الفكر. ايه هو الفايل كلاينت؟ هو الشخص اللي عايز ايه؟ ها يكومينيكيت بالويب؟ لا، ده اسمه فايل، يبقى بالفايل سيرفر عشان يأكسس فايل معين. ايه هو الويب كلاينت؟ هو الشخص المسؤول او الديفايس اللي هو بيران سوفت وير عشان زي براوزر او كده عشان يأكسس ويب سايت معين. هو الايميل كلاينت، ده ايميل سيرفر اللي هو بيأكسس او عاوز يبعت ميل او يسيب ميل او كده، تمام. في مشكله في الكلام ده؟ عظيم. نيجي بقى للبير تو بير. الله الله الله، احنا سمعنا الكلمه دي قبل كده، بس ما كنا قلناها من شويه، من كام سلايد فات، كنا بنقصد بيها سوفت وير، اللي هو حتى ما قلنا ايه التورنت فايل، اللي هو فايل او برنامج او جيم او موفي عاوز تشيره وصاحبك بعيد عنك، انت في اسكندريه وهو في اسوان، فبتكريت له تورنت فايل وتدي له الفايل ده ويقعد يداونلود. ولو ادى التورنت فايل ده لاكتر من صاحب ليه، ده بياخد حته وده بياخد حته وده بياخد حته، وبتتبادلوا مين الاجزاء دي كلها مع بعض. امال هنا انا بقول البير تو بير هنا كعلم نتورك، كهاردوير. يعني شايف الجهاز ده؟ ماشي. الجهاز ده متكومنيكيت بكيبل ببرنتر، والجهاز ده متكومنيكيت بالايه؟ بالجهاز ده بايه؟ بكيبل، تمام؟ طيب بيقول لي اي هاف فايل تو شير، انا عندي ملفات اقدر اشيرها، تشيرها لمين؟ ليك يعني، ماشي. انا عندي مثلا جيمز، عندي موفيز، عندي حاجات من هذا القبيل. والتاني قال اي هاف ا برينتر تو شير. نقف. ايه بقى بير تو بير؟ البير تو بير معناه بالعربي الند للند، او النظير للنظير. معناه زي ما انت عندك حاجات تقدر تقدمها لي كسيرفيس، انا عندي حاجات اقدر اقدمها لك كسيرفيس، بس ات تايم. لو انا بقدم لك الحاجه دي ابقى انا السيرفر وانت كلاينت ليا، يعني انا بقدم لك بديك ملفات، يبقى انا اللي بعطي، يبقى انا السيرفر وانت الكلاينت او الكاستمر او الكونسيومر بتاعي. طب لو انت خليتني اطبع البرنتر بتاعك يبقى انت اللي بتدي او بتعطي، يبقى انت السيرفر وانا مين؟ الكلاينت او الكاستمر بتاعك. هو ده الكونسيبت هنا على الهاردوير. انا عندي حاجات اقدر اديها لك وانا ايه حاجات اقدر اديها لك. طبعا ممكن ده سؤال يجي في الاكزام عادي، what are the advantage of the peer to peer network؟ اهم easy to set up. ليه؟ مش محتاج هاردوير لا راوتر ولا سويتش، كلها وصلات كابلات. less complicated، مش معقده، برضه نفس كلام، مفيش اجهزه معينه، مفيش حاجه زي كده. low cost. ليه؟ منخفضه، since network devices and dedicated servers may not be required، مش محتاج لا راوتر ولا سويتش، فالكوست بتاعتها قليل. can be used for simple tasks، ممكن البارادايم ده اللي هو البير تو بير استخدمه لحاجات بسيطه، such as transferring file و sharing printer، زي ما عندكم في الصور. عيوبه no centralization administration، يعني مفيش حد السيرفر على طول، مفيش حد centralized، انا الملك، انا المسيطر، انا المدير، واضح؟ ده اما يبقى سيرفر التاني يبقى له كلاينت، ده اما يبقى سيرفر التاني يبقى له كلاينت، لكن at a time في الوقت الواحد يا ده سيرفر يا ده ايه؟ سيرفر. او يا ده كلاينت يا ده ايه؟ كلاينت. نوت اس كيو، مفيش سكيورتي، ازاي الكلام ده؟ الداتا دي بتتبعت عادي، مفيش لها معمله انكريبشن، مش محميه. نوت سكيلابل، ما اقدرش اشعر كابل تالت وبي سي واعمل معهم بير تو بير، حتى من اسمه الند بالند، يعني العلاقه دي ثنائيه ما بين جهازين بس. اول ديفايسز مي اكت اس بوث كلاينت
اند سيرفر، الجهازين ممكن يلعبوا دور كلاينت يا سيرفر، وتشيكان سلو زير برفورمانس، وده بيبطئ ايه الاداء بتاعهم. بس اقول حاجه اتا تايم في الوقت الواحد، ما ينفعش اتنين كلاينت واتنين ايه سيرفر. وصلت يا شباب؟ طيب دلوقتي هنتكلم على اوفر فيو اوف النتورك كومبوننت. كتير جدا من الناس زي ما كي اكتيفيتي في اول الشابتر كده اللي هو زي قلت لك بري تيست ليك، ويسالك ايه الديفايس بتاعت النتورك، ممكن يدخل اي حاجه اي ديفايس، ممكن يقول لك مثلا البي سي ده ديفايس من النتورك، ليه ما مش جوه عنصر من عناصر النتورك يبقى ده ديفايس تبع النتورك. يدخل راوتر سويتش كيبلز. الحقيقه كل الديفايسز دي لها كلاسيفيكيشن او تصنيفه، وبنسميها كلها ايه نتورك كومبوننت، يعني مكونات ايه الشبكه. الرسمه اللي قدام حضراتكم دي بتوضح النتورك كومبوننت. اول حاجه كده كتست سريع نفتكر بيه الكونسبتس اللي احنا قلناها قبل كده. الجزء ده عباره عن ايه؟ عباره عن زي ما حضراتكم شايفين ده بي سي، الثلاجه الواحد قدام ده الايكون بتاع السيرفر، وده تليفون اوفر اي بي، يعني تليفون عادي بس بيخش فيه كابل نت مش كابل الاربعه فرده بتاع التليفون اللي عندنا في البيت، ومتوصل بالعلبه دي او الشكل ده علبه الدوناتس لعلبه الحلويات زي ما قلت قبل كده اللي اسمها مين الايكون بتاع سويتش، عندها سويتش. طيب واصل السويتش ده بكيبل براوتر اللي عامله زي علبه الجبنه النستو، وفيها اوز في الايه في الدايركشنز المختلفه، وادي راوتر 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 كل ده ما بينهم كوميونيكيشن. واصل بين بالناحيه الثانيه بأجهزة تانية اللي هي برضه نفس الكلام بي سي وسيرفر وتليفون اوفر اي بي. طيب دي في حد ذاتها يعني اللي جوه السكوير ده اصنفها لايه؟ ها لان ولا وان ولا ايه بالظبط ولا مان كنتورك؟ طيب طبعا لان. لان ليه؟ في سويتش، في بتاع دوت مجموعه من الديفايسز وات ايفر ايه هي، وفي كابلات واصله بيه، يبقى كل الجماعه دول على لان واحده. انا قلت ده لوحده، انسى بقيه الرسم. طب ودي ذا سيم سيناريو لان لوحدها. طيب الاوفر بيكتشر او فوتو الديزاين بقى الكامل للشبكه دي ينفع ولا لان ولا ايه؟ ده وان. طالما في راوترات يبقى كده الحاجات دي بقت على مسافات بعيده، يبقى ايه بنتكلم على وان. ماشي ده مش موضوعنا، امال احنا ايه بنتكلم دلوقتي؟ ايه الكومبوننت بتاعت النتورك؟ الحال الكومبوننت بتاعت النتورك موجودة كلها في الرسمة دي، بتتقسم لثلاثة كاتيجوري أو ثلاثة كلاسز، اللي هما أول حاجة الديفايسز بشكل عام، الميديا ثم سيرفيسز. تلاحظ إن الديفايسز والميديا دي حاجات هاردوير، سيرفيسز اللي هي سوفت وير. إزاي؟ أول حاجة الديفايسز. الديفايسز عندنا بتتقسم لنوعين، إند ديفايسز تمام، و أهيت نجيبها وابتدى اول حاجه هنا في الايه الديفايس. شايف؟ بص كل صوره من دول بيهايلايت على جزء، على كومبوننت من الكومبوننتس بتاعه النتورك. يعني هنا في الاول اهوت الصوره بيكتشر رقم واحد، هتلاقي في ايه في هايلايتر كده حوالين كل الديفايس، كل الاجهزه، كل ما هو ديفايس، كل ما هو هاردوير، سواء بي سي سيرفر سويتش تليفون اوفر اي بي راوترز، كلها ذا سيم سيناريو. فين؟ في اللاندي. تمام. الشكل الثاني او فيجر 2 هو اللي هو بيهايلايت على مين؟ على الميديا. ايه هي الميديا؟ الميديا هنا دايما احنا بنسمع اللفظ ده قوي، يقول لك ايه بالذات في اللقاءات التلفزيون، لك ايه الميديا؟ الميديا دي اللي هي ايه الاعلام، كل الوسائل الاعلام سواء المسموعه او المرئيه، يعني تلفزيون راديو، وحتى لما نيجي نتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي بنسميها بالانجلش سوشيال ميديا برضو ايه فيديو. لكن الحقيقه الميديا في النتورك ليها معنى تاني خالص. ايه بقى؟ هي الكاريرز اوف ديت، حاملة الديتا اللي هم من الكيبلز الوصلات التوصيلات، هي دي المقصود بمين؟ بالميديا، سواء التوصيلات دي او الوصلات دي او الكوميونيكيشن لينكس كانت وايرد او وايرلس، فكلاهما بيطلق عليه مين؟ الميديا. تمام. يبقى الديفايسز بشكل عام هو ايه اللي في صورة واحد كل الديفايسز ديت، الميديا تاني حاجة اللي هي مين الكيبلز سواء وايرد او وايرلس، واخر حاجة السيرفيسز يعني السوفت وير الخدمات اللي بقدمها. زي مثلا على البي سي ده انت فاتح براوزر اهوت تمام، الجهاز ده لانه واصل بالسويتش والسويتش ده واصل بعد كده براوتر، فقدرت تاكسس داتا من على سيرفر بعيد.
زي ما هنشوف بعد كده في الشابتر الجاي انك تقدر تعمل كونفيجريشن لراوتر او سويتش باوامر معينه وودز معينه. دي كلها مجموعه من البروسيسز والسيرفيسز اللي تقدر تعملها او ترنها. طيب نرجع تاني معلش لمين؟ للرسمه الاولى. الديفايسز دي كلها انا مختارها كوليكشن. يعني ايه كوليكشن؟ الديفايسز الفعليه بتاعت النتورك اللي هم من الراوتر والسويتش، والديفايسز اللي بتاخد السيرفيس في الاخر بتاعت النتورك اللي هم بنسميهم الاند ديفايسز او التيرمينال ديفايس، اللي هو كده واخدين شكل التو كيرفد بريسز او الاقواس المالويه. يعني وصلت ده بده بده كده ادي كيرف، ولو وصلت بده او قوس، ولو وصلت ده بده كده قوس. ده هتلاقيه في التيرمينالز اللي هو في نهايه التري، لو اعتبرنا ان الكابلات دي عباره عن شجره تري عامله زي التري لها برانشز اللي ده الداتا ستراكشر، خايفه من اللي انا بقوله ده. فالتيرمينالز عندي او النودز الاخيره في الشبكه من الناحيه دي او النودز الاخيره في الشبكه من الناحيه دي بنعتبرها هي دي مين؟ الاند ديفايس. يعني الاند ديفايس اخر ديفايس متلقي الخدمه، زي ما بنتكلم ساعات في الكمبيوتر ساينس بنقول عندنا اليوزرز نوعين، اند يوزرز اللي هو اللي بيستخدم السوفت وير او بيستخدم الجهاز، واليوزر اللي بيكرييت السوفت وير ده اللي هو بيبقى البروجرام. تمام؟ ذا سيم سيناريو هنا. طيب وفي بقى الاجهزه اللي في النص اللي هي زي السويتش والراوتر في نص كده التري، اللي هي على الطرف ده وعلى الطرف دي على الناحيه الثانيه، بنسميها انترميديت ديفايسز او انترميدياري ديفايسز. فين الكلام ده؟ كل الكلام ده اللي موجود هنا اهو. السلايد دي بتوضح ايه هي الاند ديفايسز. هنبص كده في الفيديو ده، فايل فيديو اهوت، كل الاند ديفايسز، البي سي، السيرفر اهو. بيقول لك في لو في مسج كان تيك الترنيت روت، ممكن تاخد ايه اكتر من رساله. يعني في رساله بعتها من البي سي ده راحت على السويتش ده، بقت عند الراوتر ده دلوقتي عايزه تمشي، ممكن تمشي كده، ممكن تمشي كده، ممكن ايه تمشي كده. دول ما بنسموهمش اللي هو مين؟ الراوتر والسويتش اند ديفايس. امال مين بقى الاند ديفايسز؟ هو اللي بيبقى سورس او ديستنيشن للسيرفيس. يعني البي سي ده عاوز يكومينيكيت بالبي سي ده عشان ياكسس منه داتا، الداتا دي بتمشي في النص على اجهزه، الاجهزه دي هي الانترميديا ديفايسز اللي تبع النتورك. لكن الاند ديفايسز دايما يا اما الستارت بوينت يا اما الاند بوينت، يعني يا المستقبل يا السندر يا مين يا الريسيفر. ممكن بقى الديفايسز دي تبقى ايه؟ تبقى انواع مختلفه جدا. ثانيه واحده. طيب الانترميديت ديفايسز او ساعات بنسميها انترميديت نتورك ديفايسز، لان دي يا جماعه هي فعلي اجهزه الشبكه او الخاصه بالنتورك. يعني عشان اعمل نتورك بستخدم ايه؟ خلاصتهم هم نوعين من الاجهزه اللي هما بالاخر يا راوتر يا مين يا سويتش. وفهمنا قبل كده يعني ايه سويتش، اللي هو فكره المشترك، اللي هو امتى بحتاج مشترك كهرباء؟ لما يكون عندي وان اوتلت في الوول في الحيطه بتاعتي source of electricity وعايز اوصل منه لابتوب موبايل تابلت كل ده شحن. بقول لي يا جماعه هتقول لي ايه؟ سويتش مشترك. ذا سيم سيناريو مع الاجهزه، عايز اخليهم في شبكه واحده في لان واحده، يبقى انا محتاج مين؟ سويتش. السويتش ده بلجا له في كل اللي انا اعملها؟ لا، اول ما يبقى عدد الاجهزه اللي عاوز اوصلهم اكتر من 2 من 2 ديفايسز يبقى انا محتاج مين؟ سويتش. لو كانوا 2 مش محتاج غير ان الجهاز ده في ان اي سي والجهاز الثاني في ان اي سي، واوصل ما بينهم مين؟ كابل. طيب ذا اذر ديفايس مين؟ الراوتر. امتى بحتاج راوتر؟ لما لو هوصل ما بين جهازين او اكتر وفي اماكن بعيده، يبقى انا محتاج مين؟ راوتر. قلت لنا كل النتورك ديفايس بتدور في فلك واحد، يا اما تبقى راوتر يا اما سويتش. اثبت لنا الكلام ده. حاضر، احنا قلنا ده وده صح. تمام، وايرلس راوتر هو في الاخير راوتر، بس الفرق اهو حطيت لك انتنا وايرلس، يعني بتوصل من غير كيبلز. مالتي لير سويتش، ايه المالتي لير سويتش؟ اسمه ايه في الاخر؟ سويتش. ليه سمي بمالتي لير؟ مش هتفهموها دلوقتي، ولكن هقول هنت عنها ونفتكر مع بعض قدام الكلام ده. مالتي لير هنعرف بعد كده ان في عندنا اتنين نتورك ريفرنس، تو نتورك ريفرنس، اللي هو التي سي بي اي بي موديل والاو اس اي موديل. التو ريفرنس دول بيتكون مجموعه من اللايرز صح؟ طيب فهي دي ليه سميها بمالتي لير؟ لان الجهاز ده بيشتغل حاجتين في واحد، ايه هما؟ سويتش وراوتر. سويتش وايه؟ وراوتر. عشان كده السيمبول بتاعه ما بقاش علبة دوناتس كاملة، بقى واخد شكل كيوب، وبقى فيه القص وفيه الأسهم من كل حاجة، لأنه بيأكت أز الحاجتين دول مع بعض. فايروول أبلاينس، في الغالب الفايروول ده فايروول بيتركب الديفايس ده فين؟ في المكان اللي فيه سورس جاي منه الخطر، اللي هو دايما على كابل النت اللي جاي من بره، سواء من الاي اس بي اللي هو انترنت سيرفيس بروفايدر، او من السنترال، او من اي
حد بيقدم لي خدمة النت. ليه بحط فايروول؟ عشان يفتش عن الباكتس اللي هي الباكتات اللي بتبقى فيها ايه خطر عليا، هاكينج اتاكينج اند سو اون. الفايروول ابلاينس ده بيتباع لوحده كده كارت او كديفايس اتنين في واحد اللي هو راوتر وفايروول معايا. فعشان كده هتلاقي الانترميدياري او النتورك ديفايس هي من الاخر بتاع البيز بتاعها هو راوتر وسويتش، ايا كان اختلفت مين المسميات دي. نتورك ميديا ده احد الكومبوننت، نفتكر مع بعض عشان لو الناس نسيت احنا بنتكلم فين. في اوفر فيو اوف النتورك كومبوننت عندنا كام كومبوننت؟ الديفايسز، الميديا، واخر حاجه مين؟ السيرفيس. فاحنا دلوقتي اتكلمنا على الاند ديفايسز اللي هم اخر ناس متلقين الخدمه اللي هو زي البي سي او تليفون اوفر اي بي او سيرفيسز خلاص، واتكلمنا عن الانترميدياري نتورك ديفايسز اللي هي من الاخر يا راوتر يا سويتش، ودلوقتي بنتكلم على مين؟ على النتورك ميديا. انواع الميديا اللي قلنا ميديا دي على طول نترجمها اول ما نشوفها لكيبلز كابلات. فبيقول لك في عندي ميتاليك وايرز كيبلز يعني كابلات معدنيه خلاص، ودي في الغالب تبقى مصنوعه منين؟ من الكبر. وفي جلاس او بلاستيك فايبر اوبتكس، وطبعا اللي فاتت اللي هي الكبرز دي بتمشي فيها السيجنال عباره عن الكتريك الكتريستي او الكتريكال امبلسز اللي هي نبضات او سيجنال كهربائيه. اما الجلاس او البلاستيك فايبرز اللي هو فايبر اوبتكس كيبلز، السيجنال اللي بتمشي فيه او البلس اللي بتمشي فيه بتبقى لايت ضوء. واخر حاجه الوايرلس ترانسميشن، والداتا دي بتبقى عباره عن ايه؟ بيحصل لها انكودنج وبتمشي ك ويف لينس في الالكتروماجنتيك سبيكترم اللي هي بتبقى راديو ويف او مايكرو ويف سيجنال. ده طبعا اكزامبلز او انواع الميديا الكبر او بانواعه اللي هو اليوتيوب، اليوتيوب انشيلد توستد بير، وده اللي عليه ورقه الفل اللي هو انشيلد توستد بير، ودي بعد ما تقرجوا الكابلات. فايبر اوبتكس اهيت اللي مصنوع من بيو جلاس او بلاستيك، والوايرلس اهوت اللي هو زي جايب لك ايه اكسس بوينت او راوتر بايه انتن عشان يعني ان في سيجنال بتتبعت وايرلس. تمام. هنا دي بقى الرسمه المجمعه اللي الناس تقدر تفهم منها الانواع اللي فاتت دي كلها والكومبوننت اللي كنت بجيب النكست بتاعها وبسيرش عنها. دول الديفايسز دول اسمهم اند ديفايسز، والديفايسز دول سموها انترميديا ديفايس. دول اللي بيبقوا في التيرمينالز. ايه التيرمينالز دي؟ الايكون بتاعتهم ديسكتوب كمبيوتر اللي هو بي سي عادي، لابتوب ده الشكل الايكون بتاعه في الباكيت تريسر بتاع سيسكو. ايه الباكيت تريسر ده؟ ده اللي زي ما قلت لحضرتك ده ان شاء الله هنتكلم عنه في شابتر 2. زي ما الانجينير المهندس كان بيصمم التصميمات بتاعته سواء كباري، منشآت، ابراج، امارات، على كده لوحات كبيرة، وبعد كده الدنيا اتطورت بمزار برنامج زي الاوتوكاد وعملوا الديزاينات بتاعتهم عليه، كذلك النتورك انجينير بيديزاين باستخدام سيميوليتور بيعمل ايه الشبكات دي او النتورك ده. بالنسبة لسيسكو السيميوليتور بتاعها اسمه باكت ايه؟ تريسر. لكن كلهم بيتفقوا كل السيميوليتورز دي او البرامج اللي بتديزاين شبكات ان الايكونز بتاعتها واحد، يعني هتلاقي شكل البي سي هو زي ده، اللابتوب حاجه فيها نوع من الستاندرزيشن، البرينتر اند سو اون، الاي بي فون شكله كده، والستابلت او شكل التابلت، تيلي بريزنس اند بوينت شاشه تلفزيونيه كده. ايه التيلي بريزنس ده؟ احنا اتكلمنا عنه في شكل في البدايه اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو زي كانه فيديو كونفرنس، اللي هو ازاي انقل نفسي صوت وصوره اللي هو اوديو فيديو وانا في مكان عشان اعمل ميتنج او ديستانس ليرنينج او اي حاجه بتتطلب ان انا كوميونيكيت عن بعد. والانترميديا ديفايسز خلاص قلناهم قبل كده. ده شكل يا جماعه الايه؟ النتورك ميديا الكابلات. لو يو تي بي او اس تي بي اللي هو كبر نحاس بيبقى ده ميديا كده خط سوليد. لو اللي هو الساين والكوزاين ده اللي هو الزجزاج ده، ده وايرلس ميديا يعني ببعت سيجنال وايرلس. وعلامه الاوبل او الالكتريستي بتاعت الكهرباء دي، ده لما اربط جهازين معناه ايه؟ ان ما بينهم وان. في الغالب الكونكشن دي هتشوفها فين؟ في راوترز. شكل الكونكشن دي في الغالب هشوفها في راوتر. تمام. تمام نكمل. ايه ده؟ ده شكل طبعا النتورك انترفيس كارد او الان اي سي اللي هو عن ايه؟ عن اورد. ده طبعا بقيته بقيه البورده بتاعته. وقلنا ان اي نتورك اي ديفايس عشان يخش او يكومينيكيت على نتورك، مش بقول انترنت، لازم يبقى في مين؟ ال ان اي سي ده. طيب واحد يسال سؤال، ايه ده يعني الموبايل ده
الموبايل اللي هو ما فيهوش فيه كابل ولا انتنة ولا سوكت احط فيها كارت ان اي سي. في ان اي سي ايوه، في نتورك انترفيس كارد، مش في بتقدر تخش نت، يبقى لازم يبقى في ان اي سي. ده ما فيش في الفتحة دي او الانترفيس دي، ايوه مش شرط، هي عبارة عن شباية بتتحط على البوردة بتاعة الموبايل. وصلت؟ انت مش قابل الكونكشن الوايرد لكن قابل الوايرلس، تمام؟ طيب الحتة دي مهمة جدا جدا جدا، كتير جدا من الناس بسم الله ما شاء الله بعد ما يخلص الكورس ده وبعد ما يخلص ويتخرج ويجي ويصادف ان هو يتعين في شركة، والشركة دي كانت بتتعامل بشكل او باخر مع النتورك، خلاص، وهو المسؤول عن المينتيننس بتاع هذا النوع من الشبكات. فاول يوم استلم فيه عمل جه على طول، ايوه لسه قاعد في المكتب وبيشرب كوبايه النسكافيه بتاعته، لقى تليفون بيرن، ايوه الو، ايوه الاي تي سنتر او الاي تي بتاع شركه كذا، ايوه فندم لو سمحت عندنا في الاتش ار البي سي ما فيهوش نت، الو لو سمحت عندنا مش عارف مشكله فين فوق. يا خبر يا جماعه، انا لسه مستلم، انا لسه ما لحقتش اشرب حتى كوبايه النسكافيه بتاعتي، ايه التهريج ده؟ يوم رايح يبص، ايوه ايه المشكله فين؟ طبعا ده اول خطا عمله. يعني ايه اول خطا عمل؟ واحد لسه جديد، واحد لسه ما عملش ديزاين للنتورك اللي موجوده في المكان ده، فمش عارف، ايوه يعني يسيبهم يقول لهم انا لسه جديد لحد ما اقعد سنه سنتين؟ لا طبعا. امال ايه؟ بيطلب هو بيستلم الشغل او المعمل ده في المكان ده، سواء كانت مدرسه، مصلحه حكوميه، مستشفى، اي حاجه، ايوه يا جماعه فين هو الفيزيكال توبولوجي واللوجيكال توبولوجي ديكومنتس بتاعت المكان ده؟ يقولوا ايه؟ مين؟ انا ما نعرفش الكلام ده. ليه يا جماعه؟ مش انتوا بتصمموا الشبكه ديت؟ كان في الاثنين دي؟ ما فيش. في الحاله دي يبقى اول خطوه ليك قبل ما حد يتصل بيك او يعمل معاك حاجه انك لازم تديزاين بنفسك الكلام ده. طب ازاي ده هيحصل؟ ده مخطط لشركه ما، خلاص، فلازم لو ما كانش موجود الديكومنت دي معاك تديزاينه انت. ازاي هنعرف دلوقتي؟ الباكت تريسر تول زي ده يقدر يعمل الكلام ده. شايف الريكتانجل ده بيمثل لي اوضه، روم في المؤسسه دي او في الشركه او في السكول دي. يقول لك ايه؟ دي مسمينها سيرفر روم، في الغالب في اي مكان فيه سيرفرات بتبقى اسمه سيرفر روم، وده الكود بتاعها ار ام 2158. ماشي. وبعدين رسم ايكون، ادي سيرفر واحد، ادي سيرفر اثنين، ادي ثلاثه، وكل سيرفر من دول بيقدم سيرفيس. ده مثلا الويب سيرفر، اتفقنا اتكلمنا قبل كده ايه هو الويب سيرفر؟ اللي هو بيبقى عليه الويب سايت. ده مثلا بيبقى بيقدم خدمه الايميل، فده الايميل سيرفر. ده مثلا بيقدم خدمه ايه؟ الايه؟ الفايل سيرفر، خلاص، وهكذا، تمام. طيب ممكن في سيرفر بيقدم اكتر من خدمه، ما يبقاش ديديكيتد، يعني كل واحد بايه بيقدم حاجه او بيعمل ايه حاجه. السيرفرات دي زي ما حضراتكم شايفين الثلاثه طالع منهم كيبلز، يعني كونكشن، ومتوصلين باس 1 اللي هو مين؟ السويتش. ده تلاحظ طبعا في بعض الاماكن الدنيا دي بتبقى متنظمه، الاماكن بالذات الكبيره والمحترمه، فبيقول لك مكانها فين. راك 2 اسم الراك اللي هي فيه، شيلف 1 الرف الاول، راك 2 شيلف 2، راك 2 شيلف مين 3، يعني كلهم في نفس الراك بس كل واحد في رف، وده في راك 1 شيلف 2. شايف دي كده الفيزيكال؟ يعني ايه فيزيكال؟ حاجه ماسكها ماديا، يعني مروح المكان ده في اي وقت هلاقي الاجهزه دي في المكان ده مش حاجه تانية مكانها. وصلت؟ يعني لما يجي واحد في اي مكان جديد، اي الاوضه دي فيها مين؟ الاستاذ علي، الاستاذ ابراهيم، الاستاذ محمد. الاوضه دي فيها مين؟ مدام منى ومدام مش عارف ايه. ايه ده انت عارفهم؟ اصلا انا قديم هنا يا ابني، انا بقالي 20 سنه. فنفس ما الناس القديمه عارفه بعضها وعارفه الاماكن والاوضه دي قاعد فيها مين زميله ومين فلان زميله، انت كنتورك ادمنستريتور او مسؤول عن الاي تي في الشركه دي لازم يبقى عندك ديكومنت بتقول كده، ولو حصل اي تغيير او هاردوير باظ لازم ايه تابديت الكلام ده، تمام؟ خلاص. طيب يبقى عشان كده سميت بمين؟ بفيزيكال توبولوجي. في كابل اتغير، التكنولوجي نفسها بدل ما وايرد بقت وايرلس، كل ده لازم تثبته عندك. فتلاحظ كل الخطوط هنا سوليد، فاكرين؟ نرجع تاني للرسمه، عندنا ادي ايه السوليد ده في الوان، وده مين؟ الوايرلس. فلو في حاجه من دول اتغيرت تعمل لها ابديت. ماشي. بعد كده يخش على راوتر ار 1 ويقول مكانه فين، وده واصل على سويتش 2. الروم دي اسمها اي تي اوفيس، ده مكتب بس ما فيهوش غير جهازين بي سي وبرنت، اخد الكود وفيها الجهازين دول. في روم ما اعرفش 2000 كذا فيها 3 سويتشات، رومز تانية ده كل واحد فيه لبايق اند سو اون. يبقى سهل كده ان احنا نفهم، ما بقولش الديزاين مين، الفيزيكال توبولوجي، تمام؟
في مشكلة في الكلام ده؟ طيب هنشغل اهو السيسكو باكيت تريسر عشان بس الناس تبقى فاهمة. طبعا المفروض يبقى ليك اكونت بتدخله هنا باليوزر نيم والباسورد، او ممكن تخش كجست. خلاص اوكي تمام، ثانية واحدة. خش كجست وبعد كده ايه بيعد كده اكونت داون كونفيرم جست. خلاص دخلت ماشي. ده الباكت تريس، ده الباكت ايه تريس. هنا الديفايسز تحت موجودة. الميزة العظيمة طبعا العبقرية، اما تقف على اي ايكون بيكتب لك ايه ده، مكتوب ايه نتورك ديفايس، ايه ده ان دي ديفايس، ايه ده ها كومبوننت تانية، ايه ده ده هيبقى الايه الكونكشن اللي هي الكابلات، ايه ده شوف المطوع بيكتب ميسلينيس، حاجات متنوعة، ايه ده دي حاجات خاصة بالايه مالتي يوزر. تمام. طيب انا واقف فين في اول كاتيجوري نتورك ديفايس؟ قلنا النتورك ديفايس دي فيها ايه اللي هو من الاخر، فيها راوترات وسويتشات. اما اختار الايكون دي بيظهر لي اوبشنز تحت. ايوه انت اخترت في النتورك ديفايس راوترات، فده اللي ايه الهايلايتد دلوقتي. هتقدر تسحب مين؟ اي راوتر من دول دلوقتي. ايه الارقام دي؟ دي الكاتاليست او الموديلات اللي عملتها شركه سيسكو. عشان كده انا بقول السيميليتور اللي قدام حضرتك ده بتاع مين؟ بتاع سيسكو، وبالتالي هي عامله ايه المنتجات بتاعتها فعلا. طب لو اشتغلت على سيميليتور تاني ها هيعرض لك مين؟ هيعرض لك المنتجات التانيه بتاع الشركه دي. وصلت؟ او سيميليتور عام بس كلهم بيتفقوا في حاجه معينه، ان شكل الراوتر الايكون بتاعته ده اللي هو علبه الجبنه النستو. وصلت؟ طيب عاوز امسح الكلام ده منين؟ في هنا اللي هو ايه ديليت ديليت ديليت، ثانيه واحده اهي، شايف العلامه الاكس دي؟ دي ديليت، تعمل اكس تمسح تمسح تمسح. طب انا عايز سويتش مثلا يبقى تحت، لسه انا في النتورك ديفايسز مش هختار راوتر، هقف على السويتشات. ايه السويتشات دي؟ تقدر تدرك زي ما انت ايه عايز من ايه من السويتشات دي، برضو السويتشات والموديلات بتاع سيسكو. لو انا شغال على حاجه تانية هيعرض لي ايه بتاع منتج تاني او موديل تاني. اللي بعد كده الهابس، فاكرين الهبات؟ قلنا ايه فرق الهب؟ ده الجيل الاول اللي قبل مين؟ ها الجيل الاول اللي قبل مين؟ اللي قبل السويتش. معايا شباب؟ فاكرين الجيل الاول اللي قبل السويتش مبقاش ايه موجود دلوقتي. طيب ودي الوايرلس ديفايس اللي هي بقى حاجات الوايرلس برضو بتاعت سيسكو، سواء بقى اكسس بوينت سواء راوتر بانتنا اند سو اون. وده مين؟ الحاجات الخاصه بالسكيورتي، انا هتلاقي الفاير وول والكلام ده اللي هو فيه طوب كده وحاجات من دي. بعد كده ديت الوان ايميوليشن، هتلاقي فيه كلاود وحاجات معينه هنبقى نتكلم عنها، والدي اس ال مودم والكيبل مودم والليله دي. طيب نروح على الايكون الثانيه من فوق. احنا كده خدنا اول واحده اللي هي النتورك ديفايسز الايكونز اللي تحت. الايكون اللي فوق ده اللي هو مين مكتوب عليها قبل ما كليك عليها ايه؟ اند ديفايس، اخر ديفايس متلقي الخدمه. فاول ما اخترت في هايلايت على الاولاني اللي هو مين؟ اند ديفايس، في البي سي تقدر تسحبه، في مين؟ اللابتوب، سيرفر، ثلاجه الواحد ادب تمام، في حاجات تانية، في برينتر، في تليفون اوفر اي بي، في تي في تلفزيون تقدر توصله عشان الحاجات بتاعت مين؟ الاي او تي. في حاجات كتير قوي موجوده عندنا في التي في قلناها سحبناها قبل كده. خلاص طيب نكمل. في الحاجات بقى بتاع الهوم او السمارت هوم اللي هي بقى اللمبه والمروحه والحاجات بقى الانتليجنت اللي فيها ايه سنسورز وحاجات من دي. في السمارت سيتي، في اللي هو الاندستريال، كل الحاجات دي بثبت لك انك تقدر تستخدمها في انك تديزاين بيها مين؟ نتورك بتاعتك او اللي هم التو بيبرز اللي هو اللان توبولوجي سوري الفيزيكال توبولوجي ومين؟ واللوجيكال توبولوجي. طيب انا مش متخيل الكلام ده، ماشي انا شفت الاجهزه، فين بقى اللي ممكن تكون بتضحك علينا؟ عايز اصمم ده واكتب ليبل واعمل الكلام ده. اوي اوي هنعمل حته بسيطه كده، هتعمل سكوير خلاص اهو خلاص، اللون بتاعه ده الفيل، في فيل بدل ان سيلكت كلر، او هحاول اخليه لك يعني لحد ما زي الشكل الاصفر بتاعه فاتح. اوكي خلاص ماشي اهوت، هنسحبه تاني اهو يا سيدي ماشي، عملنا هو تاج. طيب هنرجع للرسمه كل شويه، في ثلاث سيرفرات. حاضر يا سيدي، فين السيرفر؟ السيرفر دي تصنيفها يا شباب اهو في نتورك ديفايسز، ها حاجه من دول كانت سيرفر؟ لا، على مين؟ على الاند ديفايسز. صح صح، ادي سيرفر، سيرفر واحد، ادي سيرفر 2، ادي
سيرفر 3. انا بصمم ايه دلوقتي؟ الفيزيكال توبولوجي. مع شباب؟ ايوه مع حضرتك. طيب عاوزين نكتب الليبل ده سيرفر روم نمبر ما اعرفش ايه. حاضر ثانية واحدة. ده select inspect delete resize replace a note او تحط هنا نوت اللي هو مثلا السيرفر روم. ماشي كده انت تسي النوت اهي. خلاص عايز بقى ايه تسلكتها؟ انا عايز سلكتها عشان ابعدها. خلاص ماشي. ها زي الرسمة. زي الرسمة. طيب فينا سويتش وكابلات عايز نعمل الكلام. حاضر. سويتش ده يعني ايه؟ اقف على النتورك ديفايس. فين السويتش؟ سي هنختار كده بقى اي سويتش. ماشي هنا ده كده واقوم حاطه في النص. حاضر. كونكشن الكابلات يوقف عند الكونكشن. ها في اللي هو الاوتوماتيك ودي لا احبذها ما تقف على هنا تبقى اوتوماتيك. في كونسول كيبل هنعرف ده بعدين في الشابتر 2. في كبر ستريت. في ايه كبر كروس اوفر اللي هو المخطط. في فايبر. في فون خط تليفون. في كوأكسيال اللي هو النحاس اللي قلنا عليه قبل كده. سيريال ده انا اعرفه سيريال دي تي اي. في اوكتل وفي ايه اي او تي كاستم وفي يو اس بي. طيب نبص كده نبص معلش. السوليد ده كان بيفكرنا بيه عشان احنا نسينا لان ميديا. لان ده اللي هو الكبر العادي اللي هو السوليد. طيب اللي هو ايه كبر ستريت. نوصل هنا فاست ايثرنت ونوصل هنا. هتوصله فين؟ على اول بورت. ماشي خلاص نفس الكلام هنا السيناريو. او ممكن نعمل كده كده وبرضه ممكن نعمل ايه كده فين لو الاوتوماتيك دي كده كده. بس كده وصلناه. كده احنا رسمنا مين؟ الجزء ده. خلاص لو الجزء ده كده ده مين في الفيزيكال توبولوجي. ناس عشان تبقى شايفه الكلام ده يعمل. بعد كده ايه ده ايه ده ده كان في راوتر وسويتش تاني. طب وبعدين احنا الرسمه دي ايه نعمل لها سيلكشن. هنا ايه لو تفتكروا هنا ايه ديليت في ريسايز نعمل سيلكشن بس وندوس على ريسايز. اهو شايفين الايكون الحمراء دي بكبرها شويه. طيب ثم اللي هو المربع اللي تحت ده هو اللي بي ايه بيسحب. خلاص عايز احط راوتر صح وكابل برضو اختار كده سي اي راوتر دلوقتي. وبعد كده ايه هوصل اختار الكونكشن العلامة دي واختار من هنا لايه لهنا. شايفين ده كده الفيزيكال ديزاين. فلو اوريدي حضرتك ما رحت في اي مكان والدنيا دي مش شغالة تلاحظوا هنا كانت المثلثات دي حمراء هنا بقت خضراء يعني عمل هو الكونكشن ما بينه كده يعني شغل الكونكشن ما بين السيرفر والسويتش ده تمام. دي كده ملحوظة على جنب. كنا بنقول ايه فلو حضرتك اشتغلت في اي مكان مفيش الفيزيكال توبولوجي ولا اللوجيكال توبولوجي اللي انا عارفها كمان شوية يبقى حضرتك مضطر تديزاينها. تديزاينها بايه؟ حاجة زي الباكت تريسر او اي تول سيميليشن للنتورك ديزاين. شفنا الكلام ده بيتعمل ازاي؟ اقدر بالمثل باي ذا سيم سيناريو اكمل الكلام ده. ايه الايكون دي اللي عاملة زي كلاود؟ دي كلالة دي كناية اسف عن ان الراوتر ده هو اللي داخل عليه خط النت اللي سيس من السنترال او من الاي دي اس ال هو ده اللي وصل عليه خط النت يا جماعه تمام. تقدر تعمل الكلام ده ازاي؟ برضو تقدر تعمله بسهوله. خلاص ازاي؟ اهو الباكت تريس. كنا شفنا حته كده فيها كلاود صح فين ثانيه واحده نتورك ديفايس اهي كلاود دي ماشي. ممكن تعمل ايه ايمج كلاود هنا كده. خلاص تقدر طبعا تعملها ايه ريسايز فين سيحطها كده ماشي. وهرجع تاني للكيبلز اهو اوصل كابل هنا ثانية واحدة فين
طيب عشان ما نضيعش وقت عشان مش لاقيها، يعني الخلاصة تقدر تعمل ايه؟ الديزاين تمام بتاع الرسمة دي بأكتر من شكل وبأكتر من طيب. طيب دي الفيزيكال توبولوجي. ايه البيبر اللي اوديكم انت التانية اللي اسمها مين؟ لوجيكال توبولوجي، هي هياها نفس الرسمة اللي فاتت تمام، بس زيادة عليها شوية داتا، زيادة على شوية داتا. ايوه حضرتك، انا لو مسكت الفيزيكال توبولوجي يبقى المفروض الاقي في الاوضه دي في المكان كذا في الراك كذا في الرف كذا السيرفر ده، صح. طب السيرفر ده بقى الكونفيجريشن بتاعته ايه؟ اللي هو الاي بي ادرس واصل على انهي بورته؟ اللي يجاوبني على الكلام ده مش الفيزيكال توبولوجي، اللوجيكال مين توبولوجي. اهي شايف ده ويب سيرفر اف 0 على 1. ايه الاف دي؟ فاست ايثرنت بورت 0 على كام؟ على 1. ايه ده؟ فاست ايثرنت على 0 على 2 اللي هو اول رو تاني بورت. الزيرو الاولانيه دي اول رو، تالت ايه بورت. طبعا عمرك استحاله تلاقي اكتر من ديفايس على نفس مين البورتر. البورت دي او الانترفيس اللي هي الفتحه اللي بتدخل فيها زي كابل النت كده في السويتش او الراوتر. نفس الكلام جي 0 على 1 وانا واصله برضه جي 0 على اهو اهو نفس الحاجه. ايوه حضرتك ده جي 0 على 1 في المكان ده، لكن ده جي 0 على 1 فين؟ في المكان ده. وصلت تمام ماشي وهكذا. وصل الايه الدنيا بالكابلات دي. فالخلاصه ان لما تكتب الاي بي هات واماكن البورتات واصله فين يبقى كده تعرف ايه ان هو ده اسم التوبولوجي ايه ده جام اللي هو ده اللي هو مين اللوجيكال توبولوجي. يبقى فرق الفيزيكال توبولوجي عن اللوجيكال توبولوجي، الفيزيكال توبولوجي هي فيها الفيزيكال ديفايسز واماكنها وراكات والحاجات اللي فيها، اللوجيكال توبولوجي هي برضه فيها الديفايسز واماكنها بس الزياده المين الحاجات الكونفيجريشن. يعني الاي بي ادرس بتاعت النتورك دي كام؟ 192.168.0.10. يعني كل الديفايسز اللي في النتورك دي كلهم بيبتدوا بده، لكن ده بقى رقم كام؟ واحد. ده بقى رقم كام؟ اتنين. ده بقى رقم كام؟ تلاته. تمام واخد اي بي يعني 192.168.1 بقى السيرفر الاولاني، 192.168.2 بقى السيرفر الثاني، هكذا. تعتبر النتورك اي بي ده يا جماعه زي مين؟ زي والد حضرتك الاب. زي والد حضرتك ده خلف ثلاث ولاد خلاص، الاسره دي فيها او ثلاث بنات او مشكل، مش هتفرق بالنسبه لي النوع. امال مين؟ عنده ثلاث ابناء خلاص. الاب نفسه اسمه مثلا علي، فعلي ده علي محمد عبد الحفيظ، علي محمد عبد الحفيظ. الاولاني بقى اسمه احمد علي محمد عبد الحفيظ، الثاني ابراهيم محمد علي عبد الحفيظ، الثالث السيد مع علي محمد عبد الحفيظ. كلهم بيشتكوا ان الفازر اللي هو 192 والجد اللي هو اسمه 86 وجد الجد اللي هو 10، لكن الاسم الاولاني اللي هو سواء احمد او ابراهيم او سامي هو ده اللي ايه مختلف. فعشان كده ده اول ابن، ده ثاني ابن، ده ثالث مين ابن. نفس السيناريو هنا، النتورك الشبكه دي او اللان دي ما فيهاش غير اتنين ديفايس، الاب بتاعهم وجده وجد الجد اسمه كام اللي هو اسمه النتورك ادرس 192.168.1 سوري دوت 11 هنا ماشي خلاص. ده اول جهاز يبقى ده دوت واحد، ده تاني جهاز في اللان دي تبقى دوت كام؟ اتنين. وذا سيم سيناريو، هي دي يا جماعه الاي بي هات وهنعرفها بالتفصيل وهناخد ازاي تجنريت وتدي اي بي هات للنتورك بتاعتك والاجهزه بتاعتك. بس انا كل اللي يهمني انك تبقى فاهم دلوقتي الفرق بين الكونسبت اللي هو اللوجيكال اللوجيكال توبولوجي والفيزيكال توبولوجي. فيزيكال توبولوجي اللي هو رسمه الاجهزه اللي واصله بالشبكه في الاماكن بتاعتها فعليا في كل روم، لا زود ولا نقص. لوجيكال توبولوجي هي نفس الرسومات بس بيزود عليها مين؟ الكونفيجريشنز بتاعتها عن الاي بي هات واماكن البوتس والانترفيس زي ما حضراتكم شايفين. ده طبعا اكتيفيتي اللي هو بيقول لك ايه فين الاند ديفايس من ده وفين الانترميديال ديفايس وفين مين النتورك ديفايس. بيقول لك ده بروفايد اتشانل فور مسج تو ترافل فروم سورس تو ديستنيشن. ده بيعتبر ايه؟ بيوفر لك قناه من السورس للديستنيشن. مين اللي بيوفر قناه من السورس للديستنيشن؟ اند ديفايس؟ اكيد لا. امال مين؟ الانترميديال ديفايس، النتورك ميديا. اسف نعمل كده تشيك اهو الاجابه دي صح، بس مين اللي انكوركت؟ ليه؟ اصل في حاجتين ما عملتلهمش دراج. بروفايد ان انترفيس الواجهه بتوين ذا هيومن اند ذا نتورك اللي هو بين البني ادم ومين والشبكه. اكيد مين؟ هو البني ادم بيقعد على مين؟ على اند ديفايس ولا انترميديا اند ديفايس اللي هو بي سي لابتوب، هو ده في الاخر بيأكس خدمه النت. نتشيك انكوركت. الله انكوركت ليه؟ انكوركت لان لسه ما كملتش حل، بس ان اخترت صح. اخر حاجه هتشد بقى دراك كده نقرا ونفهم برضه. ايه الانترميديا ديفايس؟ بروفايد كونكتيفيتي
and ensure الداتا فلوز وتأكد إن تدفق الداتا across the network اللي هي مين الراوترات والسويتشات. لما نعمل كده تشيك كده إيه الموضوع صح. هنا بيتست كمان اكتيفيتي اللي هو بقى مين يا جماعة الاند ديفايسز، مين الانترميديا ديفايسز، مين ايه النتورك ميديا، طبعا بدراج اند دروب بالكابلات. فاول حاجة ايه الميديا الكيبلز بقى انواع، فدي نوع من الكيبل اللي هو السوليد، ده الوايرلس، وده مين اللي هو ما بين وان. خلاص كده خلصنا، نعمل تشيك اللي هي تمام، نكمل الباقي. مين هي الانترميديا ديفايسز؟ قلنا السويتشات والراوترات، فدي ديفايس ده بانتنا، وده مالتي لاير سويتش، وده السويتش العادي. خلاص في اي وفي راوتر نسيناه، وفي فاول نسيناه اهو. كده خلصنا، نعمل تشيك تمام. ايه بقى مين هو الاند ديفايسز؟ كل ما هو متلقي في الاخر الخدمه، يعني البي سي ده اند ديفايس، اللابتوب ده اند ديفايس، التابلت ده اند ديفايس، التليفون اوفر اي بي اند ديفايس، البرينتر اند ديفايس، تيلي بريزنس او كوميونيكيشن ده اند ديفايس. تشيك كده خلصنا تمام. شايف هنا بقى بيبتدي يعرف انت عارف المسميات دي ولا بتسحب ايكونز وخلاص، فاهم قصدي؟ الناس تبقى فاهم. فين الراوتر؟ اهو. فين البرينتر؟ اهي. انا همشي كده حبه راندم عشان الناس تبقى فاهم. ديسك توب كمبيوتر الايكون بتاعته اهو. طبعا مهم انك تعمل الاكتيفيتيز دي بنفسك وتبقى عارف كويس قوي عشان تبقى مركب الاس. فين اللابتوب؟ ده الايكون بتاعه. فين ايه تاني؟ انا على فكره ببص راندم اللي بشوفه، اي بي اوفر فون ده ولا تليفون اوفر اي بي اللي هو ده فين. طب ما يمكن اللي انت بتعمله ده غلط، تشيك اهو وقال لي انكوريكت عشان ما كملتش، بس كل اللي حليته هو طلع ايه سليم. وايرلس راوتر اللي هو ده ابو انتن، لان سويتش اللي هو علبه الجبنه من تيلي بريزنس اند بوينت اللي هو ده للناس وفي اشخاص، ميديا وان، ميديا وان ده، مالتي لير سويتش اللي هو ده، فاير وول ابلاينس اللي هو ده، وايرلس تابلت اللي هو ده، لان ميديا، لان اللي هو الكبر اللي هو ده، وايرلس ميديا اللي هو ده. وكده نبقى خلصنا، مع ان قلت هعمل بس مجموعه او جزء من الاسئله. تمام كده خلصنا كل الاسئله دي، الاكتيفيتيز اللي بتبقى في النص الشابترز بتبقى مهم انك تحلها. تايبس اوف نتورك، ايه ده ايه ده ايه ده، انت مش كنت كلمتنا في اول برزنتيشن عن القصه دي قبل كده؟ اه بس ده بقى بتاع سيسكو، المنهج بتاع سيسكو، فغير البرزنتيشن اللي انا عملتها لكم في الاول دي. تمام تمام. فبيتكلمنا ايه على التايبس بتاع لان، ودي قلناها لوكال اريا نتورك، وقلنا دي الاجهزه ايا كان عددهم ماشي، اهم حاجه بتكون متوزعه في سمول جيوغرافيكال ال، هي دي اللي تهمني. يعني ايه باختصار؟ اون ذا سيم بيلدينج، في نفس المبنى خلاص. فالجماعه دول في نفس المبنى فكلهم متوصلين على سويتش، دي لان. الجماعه دول في نفس المبنى، اه لان. الجماعه دي في نفس المبنى، لان. لكن الشاسمه دي على بعضها اللي هو بقى ده متكومينيكيت بده متكومينيكيت وين، طالما في راوتر. شايف الراوترز واصله ببعضها ازاي؟ شايف الكابل الاحمر ده اللي هو الوان كونكشن اللي بتاعك دايما بيبقى بين مين؟ الراوترز. شايف القصه دي تمام. طب واحد يقول لك ايه الراوتر ده ليه هنا سوليد؟ ما هو ده الراوتر بتاعي اللي في شركتي في الفرع بتاعي، فموصله عادي كيبلز عاديه، بس ده بقى عشان يوصل للشركه الام اللي في بلد تانية او في مكان تاني لازم تبقى ايه وان كونكشن. طيب الوان، الوايد اريا نتورك اللي هي ديت بتبقى على لارج جيوغرافيكال اريا، على مدار كبير واسع، زي ما قلت لك شركه مالتي ناشونال لها فرع في امريكا وفرع في مصر وفرع في السعوديه، والافرع دي كلها ميل كومينيكيتا مع بعض، فنقول ساعتها انها ايه وان، عشان على مستوى الدول الكانترز او ايه الكوشن القرارات. تمام. ايه تاني؟ وات ايلس؟ المتروبوليتان اريا نتورك المين، قلنا دي حاجه هايبرد، لا هي لان ولا هي مين حاجه ولا وان، حاجه ان بتوين، اكبر من لان واقل من مين؟ من الوان، عشان كده حاجه في النص. دي بيبقى المسافه بتاعتها على مستوى السيتي المدينه، زي ما قلت لك فرع كي اف سي كنتاكي مثلا، فرع اللي موجود في التحرير مربوط مع الفرع اللي في العتبه مع الفرع اللي في المهندسين، هل المسافات اللي ما بينهم تخلينا نقول ان هم لان؟ لا ده مش في نفس المبنى. طب هل المسافات اللي ما بينهم هي دي في بلد ودي في بلد؟ لا بس كبيره برضه، فهي مان. طيب في نوع تاني، انواع تانية من التايبس اوف النتورك، اه في نوعين تانيين، وايرلس لان. ايه وايرلس لان دي؟ قال طب ما هي لان اللي هي الاولانيه، اه بس اللي هي لوكال اريا نتورك اللي هي الاجهزه على سمول جيوغرافيكال اريا، بس حطيت قبلها كلمه وايرلس. وايرلس دي معناه ايه؟ ان الاجهزه دي متوصله وايرلس مش واير. ازاي؟ ناخد مثال، اه الشبكه اللي عندنا في البيت، مش فاهم، مش حضرتك بتجيب راوتر في البيت ايوه وتلاقي مشغل عليه، ركز معايا، ها اللابتوب بتاعك متوصل بكاب؟ لا وايرلس. في ثلاثة تابلت في البيت، على أربعة موبايلز في البيت، كل دي ممكن أقول عليها لان
بس بوصفها انها وايرلس، لان كل الديفايس اللي فيها متوصله هي وايرلس. في نوع من انواع الشبكات برضو التايبس اوف نتورك اسمه سان. ايه سان دي؟ ستورج اريا نتورك. يعني هدف النتورك دي لا اقصى ولا اقل ان انا اعمل فيها ايه، باك اب، اللي هو مساحه للتخزين طبعا، وابليكيشن، اي هدفها ان انا اعمل داتا ستورج وريتريفال وابليكيشن. بيبقى طبعا ده مستخدم هذا النوع من الشبكات مع الحاجات المؤسسات الكبيره زي البنوك والمؤسسات الماليه، ان شاء الله قدر حصل حقيقه في سنتر او بتاع، تبقى الداتا ما ضاعتش او خسرت ايه كل حاجه او الدنيا ايه باظت. تمام. طيب في مشكله تاني للقصه ديت، او في حاجه مش واضحه؟ لا، يبقى ما حد يقول لك الكلام ده. انواع، يعني ايه انواع النتورك او كده؟ تقول له في منتهى البساطه ايه اللي انا قلته لحضرتك، دول عندي خمسه، لان وان مان، والجديد بقى الاثنين اللي احنا بنضيفهم اللي هم مين، وايرلس لان وستورج اريا، ايه وستورج اريا نتورك، خلاص، اللي اسمها ايه سان. نكمل. اللان لوكال اريا نتورك، او كل الاجهزه دي في نفس الاوضه او حتى في نفس المبنى، لو بنتكلم كلام انجليزي منمق اللي هو ايه انه سمول جيوغرافيكال اريا، متوزعين كده، يبقى بوصلهم ايه اكتر من اتنين. يبقى انا محتاج مين؟ ها سويتش، ادي سيرفر وادي تليفون اوفر اي بي وادي بي سي بي سي بي سي، يبقى ده سويتش، ادي اللان. طيب وين ده؟ برانش للشركه في مصر وده برانش تاني في امريكا. ادي راوتر بتاعي من هنا وادي راوتر بتاعي من هنا، اللي هو متوصل على سويتش في اللان دي، وهنا متوصل على سويتش للان دي، لكن الاوفر ديزاين اوف ذا نتورك وين؟ ما ينفعش نقول دي لان ودي لان واللي ما بينهم وين، لا، ما تيجي توصف رسمه عموما على بعضها مش حته فيها، بس انا بقول لك ليه بقسمها لك حتت عشان عايز حد فاهم، عايز حد فاهم ان دي لو لوحدها بس كده تقال عليها لان، دي لوحدها لان، لكن الرسمه على بعضها تبقى ايه؟ وين؟ بحاول اعودك انك تقرا الرسمه او التوبولوجي الصح. نيجي بقى لحاجه كونسبت ظريف قوي، اللي هو الناس بيحصل لها كونفليكت او مس اندرستاندنج في الفرق ما بين النتورك والانترنت. في ناس يقول لك معنى يبقى عندي نتورك يبقى عندي انترنت، او معنى يبقى عندي انترنت يبقى في نتورك. ايه الفرق؟ في فرق كبير جدا. اولا النتورك مش معنى ان في نتورك يبقى فيها انترنت. ايه ده؟ ايه ده يعني؟ يعني انا في معمل في شركه عملت نتورك، اول حاجه ليه؟ وانت ليه بتعمل نتورك اصلا؟ يعني بتوصل الاجهزه دي ببعضها ليه؟ هو اجابه ظريفه قوي، يا شير هاردوير يا سوفت وير. ايه يا شير هاردوير؟ يعني ايه هاردوير؟ يعني بدل ما تجيب لكل بي سي ده برينتر له واربطها بيه، بحيث اللي هو بكابل عادي، كابل اللي هو اليو اس بي ده، ايوه، وبحيث لما حد عاوز يطبع شغله يطبع من دي، طب ما الناس دي كلها اخليهم على شبكه واحده، هم الموظفين بتوعي او العمال بتوعي، وما عاوز يعمل اجراء جاست يدوس على البرينتر كلهم يطبعوا على برينتر واحد. يبقى انا كده بشير مين؟ هاردوير. فعرفنا فائده النتورك، يبقى كلهم بيشتغلوا على مين؟ مش على لاب واحد ولا على بي سي واحد، على برينتر واحد. حلو، بدل ما اجيب لكل موظف ايه برينتر. او اشير داتا ازاي؟ وانا في اللاب مثلا عاوز اسطب برنامج معين، بدل ما امشي بفلاشاي او ديفيدهاي او سيدهاي او اكسترنال هارد واقعد اكوبي وبيست اكوبي وبيست السورس ده على الجهاز ده ثم الجهاز ده وسطب، او بنزل ويندوز، طب ما ليه؟ ما هو سورس واحد وكل الناس اشيروا ليهم تاكسس الملفات دي او البرنامج ده وتسطبوا عندها في وقت واحد. هوب، يبقى ادي فايده ثانيه لمين؟ للنتورك. اما الانترنت، الانترنت دي يا جماعه هي بنسميها ايه؟ هي عباره عن نتورك اوف نتورك، شبكه الشبكات. اتكونت ازاي؟ عدد كبير وعدد لا نهائي من اللان والوان حصل كوميونيكيشن ما بينهم وبين بعض، ماشي؟ مش فاهمين حاجه. اولا الانترنت ما جاتش، الناس على مستوى العالم قالوا يا جماعه احنا عاوزين نبني شبكه الانترنت. ايه؟ امال ايه؟ امال ايه؟ هي ابتدت بشبكات صغيره، يعني المدرسه دي السكول دي حبت تعمل شبكه لها لان عشان تمشي الداتا بتاعتها، اللي هو تضيف طلبه، تحذف مقررات، تمانجمنت الكلام. طبعا احنا بنتكلم ده على بره، يعني عشان بس الناس ما تتضايقش وتقول فين الكلام ده في مصر والكلام ده مش واقعي. مثلا في بيزنس، يعني اي مصلحه ضرائب، اي مؤسسه حكوميه او قطاع خاص، عاوزين برضو ايه يعملوا شغلهم داخليا، ما بقولش خارج لغايه دلوقتي، فكون اللام بتاعته. الهوم في بيتك، عملت لان وصلت ما بين جهازك وجهاز اخوك والوالد وكده. مش عارف في الهوسبيتال، المستشفى، عملت اللام بتاعك. جوفرنمنتال انستيتيوت، اي مؤسسه حكوميه، مصلحه، مديريه، مش عارف ايه، عملت اللام بتاعتها. خلاص،
لقوا الناس دي انها بقت جزر منفصله، ايزوليتد لاندز. ايزوليتد ايه لاندز؟ الناس دي حبت بعد كده انها تتبادل المعلومات. مثال، مثال هنا لايف على في مصر عشان الناس ايه تبقى فاهمه الكلام ده كله. ايه هو؟ دلوقتي في الدوله بتنادي بربط قواعد البيانات مع بعضها، يعني عايز اعرف الموظف ده من اول ما بيقبض ايه وبياخد ايه وايه المستقطعات بتاعته، فبياخد من هنا فلوس من هنا فلوس من هنا فلوس، او الموظف ده متجوز مين ومطلق مين ومش عارف ياخد تمويل ولا لا وعنده كام عيل و و و و كل المنظومات دي موجوده فعلا ولها داتابيز بس ايزوليتد. لو ربطناهم مع بعض ووحدنا عملنا نوع من الانيفيكيشن، يبقى اي حد، اي حد واصل مسؤول في الدوله يقدر ياخد قرار صح. هو ده اللي كون الانترنت بره. بره ان الناس دي بعد ما كانت ايزوليتد لاندز، جزر لانات كل واحد مستقل وعمل اكتفاء بذاته، بقى عنده الحاجه الى ان يعرف معلومات من بره. طب انا عايز ارتبط بالمدرسه، ايه ده اعرف مين كام طالب عشان بزد عليه اشوف المستشفى بتاعت لا قدر الله حصل ازمه هقدر اكفيها. انا بدي مثال، يعني ايه اهميه ان يعرف كام طالب في مدرسه جنب منه وهو كمستشفى؟ انا مالي وانا بعلم ولا بعالج؟ لا، عشان تعرف تزود عدد الاسره او كفايه عدد الدكاتره الاستاف. انا بديك مثال، تمام معايا؟ طيب ايه فايده ان مصلحه حكوميه تعرف الناس في المستشفيات؟ ايوه، عشان لو في مرض معين انتشر او كده تاخد قرار بشتاء علاج معين او انها تزود حاجات معينه. ففي حاجه المعلومه بقى لها تمن، وهي اغلى حاجه على مستوى العالم، لازم الناس تعرف كده. مفيش حد يقول لك اغلى حاجه هو الذهب، البترول، الثروات الطبيعيه، على عيني وراسي، بس دي كلها حاجات زائله. اللي اغلى دلوقتي منها والدول بتحارب بعضها بمعلومه. يعني انا دلوقتي عرفت ازمه مثلا في بلد ما، انها مش ازمه، ان البلد دي معلومه ان هم ما بياكلوش الا بطاطس، زي المانيا مثلا بيحبوها مع اي اكله بطاطس. حلو، يبقى كده انا ممكن استفاد، استفاد كدوله او بفكر مخصوص استراتيجي ان انا ازرع بطاطس غير ليا ان التصدير، فاعرف الدول اللي بتحتاجها. مش مهم انك تعمل الشغلانه وخلاص، لا، وتعرف هتسوقها ازاي وتوزعها ازاي، تمام؟ زي عندنا في مصر الكونسبت العظيم بتاع ايه، في واحد فتح مشروع في الشارع بتاعنا بتاع موبايلات وشغال كده ومكسب تمام، او ما انا متغابي وافتح نفس المشروع في نفس الشارع بقى رزق. واحد يقول لك رزق بتاع ربنا يا سيدي على عيني وراسي، بس اتقسم، يعني كان في 10 زباين بقى 5 هنا و5 هنا، ده لو بالتساوي، سي بقى 3 هنا و7 هنا عشان الراجل ده معاملته كويس. المهم ما بقاش كله ليه، جه واحد جارهم ثالث شاف المشروعين، وناس هنا بتجي له وناس هنا بتجي له، بس ما عملش دراسه جدوى صح، ده مشروع الموبايلات ده بتكسب، اما افتح كمان انا كمان محل موبايل. لا، ده غباء. وصلت الليله يا جماعه؟ فلازم الناس تفهم كويس قوي المعلومه دي اقدر اعمل بيها ايه واستفاد بيها ايه. بره بيعرفوا ده ويعرفوا يبيعوا كمان معلوماتنا ويبيعونا شخصيا. عشان ما نخرجش بره الموضوع، نرجع تاني في قصه الايه، الانترنت. فكونت ازاي؟ لان مع لان مع لان، كوني وان، اتصلوا ببعض، وان مع وان مع وان. فعشان كده الانترنت بنعرفها ايه، هي وورلد وايد نتورك، او بنسميها نتورك اوف نتوركس، اللي هي شبكه الشبكات. الناس دول ما قالوش فجاه يا جماعه تعالوا نعمل انترنت، لا، كلهم اتصلوا ببعض فجاه فكونت، وكل يوم عماله بتزيد يا شبكه مين، الانترنت. خلاص تمام. طيب كونسبت بقى جاي مهم جدا، استكمال الانترنت لازم نعرفهم. في حاجة عندنا اسمها انترانت وفي اكسترانت، غير انترنت. انترنت هنا الاي دي تبقى اي، ماشي، لكن انترانت واكسترانت. الانترانت هي الممنوع بعين، يعني شبكة داخلية، شايف مثلها في كام، في 3 دوائر. الدولة اللي عليها قيود، الدايرة، سوري مش الدولة، الدايرة اللي عليها قيود وريستريكشن جامد هي شبكة الانترنت. بحبحتها سنة بقت اكسترانت، بحبحتها خالص بقت مين، انترنت. مش فاهمين حاجة، تمام؟ طيب ادي مثال لحضراتكم، وانا كنت في الجيش، مش بدون ذكر طبعا تفاصيل، كنت بعمل هناك مواقع الكترونيه. المواقع دي خاصه طبعا بالايه، بالحاجات اللي انا كنت فيها، خلاص؟ طيب بعد ما عملت المواقع دي، حضرتك اول ما تحط رجلك من بره باب الوحده او المكان اللي انت فيه، ايوه، تحاول تاكسس المواقع دي، لا يمكن تشوفها. ايه ده؟ ليه؟ سريه؟ هتقول لك سكيورتي عالي؟ يا الكلام، الكلام الجامد ده غير منطقي ده، ده الناس اللي عاملاه ده. طيب سؤال اخر الناس ممكن تسأل لك، دايما بنسمع على ان امريكا واسرائيل بيتحط عليهم، يعني ايه الكلام ده؟ وهوضح لك، اختراق موقع البنتاغون، اختراق موقع الموساد، اختراق موقع مش عارف اسرائيليه حربيه، ليه؟
الناس دي يا جماعة اللي هم أمريكا أو إسرائيل عندهم الغرور بتاعهم عالي شوية، وحقهم ما بنقولش حاجة، حقهم أه، لأن الناس دي في البرمجة وفي الحاجات بتاعة الأي تي مستواهم عالي. وطبعا لو الناس تاخد بالها، بس طبعا مفيش حد ياخد باله من الكلام ده، احنا لما كنا طلبة كنا بندرس بالريفرنس الأصلية، العلوم مش مذكرات دكاترة ولا برزنتيشن بتاع دكاترة، بنقرا من ريفرنس الأصل. معظم الأسرز بتاعة البروجرامينج والكتب بتاعة الأي تي يهود من الآخر، ماشي؟ طيب ماشي، حقه. فيجي يوم يقول لك إيه؟ قرب وجرب. يعني إيه قرب وجرب؟ أنا عملت خلاص، فتحت موقع الموساد، فتحت موقع مش عارف إيه، وعلى شبكة الإنترنت. طب يا سيدي، تلاقي ناس مخترقين من أي حتة على مستوى العالم حطوا عليه. أه. ليه؟ هلا الناس دي تقدر يتم اختراقها؟ اه. طب يا عم اذا كان الناس دي بيخترقها، طب اسال السؤال العكسي، حد سمع عن موقع المخابرات المصريه تم اختراقه؟ حد سمع عن موقع وزاره الدفاع تم اختراقه؟ حد سمع عن اي حاجه زي كده؟ استحاله. ليه؟ نسمع بقى الاجابات بتاعت حضراتكم. يقول لك واحد، يقول لك اه احنا جامدين قوي، ماشي يا سيدي. واحد يقول لك عشان ما عندناش اصلا. واحد يقول لك لا ده بيحصل وبيتم اختراقهم بس الدوله مكتمه وما بتعلنش. كل الكلام ده فيك فيك، يعني ولا معلومة منهم صح. امال ايه؟ رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. اي يا عم احنا عندناش، لا عندنا، وعندنا وناس جامدين قوي، بس احنا عارفين ايه، فاهمين الليلة كلها. الليلة دي هو يعني ايه واحد عمل حاجة وتم اختراقها، سواء بقى الحاجة دي هاردوير او سوفت وير او موقع او كده. ما هو ده يا جماعة العمال دي فكر بني ادم، وفكر قصاد فكر. فإذا افتكرت نفسك إن أنت حويت علوم الأرض وخلاص بقى عندك، لا بقى في اللي أعلم منك. لو مش عاجبك على الأرض في ربنا معايا، فكون إنك توصل لإنك تعمل نظام لبرنامج أو لموقع على الإنترنت أو لشبكة تأمين عالي جدا لا يمكن اختراقها، تبقى عبيط. وما فيش حاجة بقى يلا بالمناسبة اسمه أوبريتنج سيستم مؤمن. لا 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 يا دكتور، الكلام ده مش صح. لا الاوبريتنج سيستم الوحش ودايما بيخترق وبيتحط عليه الويندوز. كل شويه نسمع عن اجهزه زمايلي، اخواتي، قرايبي، فيروسات وتروجن وفيروس الفيديا والرانسام وير والحاجات اللي بتسمع عنها دي. اما بقى الماك ده فظيع، ده جبار. اما بقى البتاع ده اللينكس، حدث ولا حرج. اقول لحضرتك انت مش فاهم حاجه. ايه مش فاهم حاجه؟ طب اقنعني. حاضر يا سيدي اقنعني. طيب اول حاجه عشان بس نبقى قاعده متفقين عليها، ما فيش اوبريتنج سيستم مؤمن، ما فيش برنامج مؤمن، ما فيش شبكه مؤمنه. ايه ده يعني كله بيخترق وكله؟ انا ما قلتش بيخترق، كله قابل للاختراق. ليه؟ لان كله صنع بشر وتفكير بشر. طب اثبت لنا لو سمحت. حاضر. الويندوز انا متفق معاك فيه، ده اسوأهم. مش لا مش فكره اسوأهم واحسنهم، لا هو فكرة ايه، بنسمع عن اختراقاته الكتيرة مش عشان وحش او حلو، عشان عدد اليوزرز بتاعته على مستوى العالم معدي. اي حد عنده بي سي عنده دلوقتي اساسي ويندوز، صح ولا مش صح؟ صح. جرب تقنع حد يروح لماك او لينكس؟ قليل. طب نكمل نكمل. الويندوز ايه اللي بيخترقه؟ هتقول لك ايه آه, اه انا اقول لك بقى، لا الكلام ده مش وافق على دكتور. الويندوز دايما مش الويندوز اه الويندوز دايما بيتم اختراقه هو الباور بتاعته عشان الليكسي بيلزق في الفيروس وايه وبيخش عليه وبيعمل الجلاشه مع الجهاز وكده. اما بقى لينكس او الماك او اي نظام تاني ما فيهوش الليكسي ده فمؤمن. اقول له انت عبيط. عبيط؟ اه عبيط. آه. يا حبيبي الليكسي فعلا اللي بيدخله في الفيروسات عشان هو ده الملف التنفيذي. يعني اي لعبه عندك على الويندوز، اي برنامج على الويندوز عشان تشتغل دايما بتدور على اسم الجيم دي او اسم اللعبه او اسم الحاجه دي، اهم حاجه دوت اكس الاكسكيوتابل فايل ده اللي هو عشان ايه تغن كل الملفات او الفولدرز او الليله دي كلها. صح صح. وهو اللي بيختار دايما. اي مين قال لك ان ما فيش في الماك الاي اكس بتاعه؟ مش لازم دوت اكس. هديك مثال الاي بي كي. ايه الاي بي كي ده؟ ده الملف اللي هو اي برنامج بتنزله للاندرويد. أي لو انا حطيت لك قلت لك اي بي كي القران الكريم وحطيت لك فيه فيروس، هيبقى كده رخصه كل الناس هتنزل انه قران كريم وتتفرج عليه. وصلت وحطيت لك فيه الفيروس، اول ما تسطب الاي بي كي فايل ده اللي هو اللي هو بينزل على الاندرويد هيفيرس لك الجهاز ويعمل جلاش. بقى الاندرويد بقى مؤمن، او بقى ننزل بايه ان هو بقى اخر مخترق زي الويندوز. فالخلاصه ان كل اوبريتنج سيستم له الاكستنشن فايل اكس اي بتاعه، ولو حطيت فيه فيروس هيت فيروس. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت. اظن كده ايه
اقتنعنا على ارضيه واحده ان مفيش اوبريتنج سيستم وام. طب ليه دايما بنسمع الويندوز يبقى ضعيف اضعف؟ لا يا حبيبي، ده نتيجه سببين. اول حاجه عدد يوزر الويندوز على مستوى العالم كتير جدا. هتقول لي بس اللينكس بتكبر، بس مش زي الايه، مش زي الويندوز، ماشي. تاني معلومه، عدد البروجرامرز اللي بيشتغلوا على لغات البرمجه اللي هي ويندوز بلاتفورم اكتر من اي بلاتفورم تاني، صح؟ انا مش مهتستني اجابتك، دي حقيقه. ولذلك هتلاقي طبعا ايه، كل واحد بيحب يجرب يعمل له فيروس صغير مش عارف ايه بتاع حاجات عبيطه فيتحط على الناس كلها منه. ماشي، نفس السيناريو اللي في لغات البرمجه والاوبريتنج سيستم هو نفسه في النتورك. طب نرجع بقى لمصر والسؤال، هي مصر ما بيتعلمش على واحد؟ يقول لك اه الاعلام بيتكتم. بيتكتم ايه يا سيدي؟ احنا كتمنا في مصر، مش هيفضحونا بره؟ هيحطوا علينا بره؟ لا ما هم ما يعرفوش. لا يا حبيبي، زي ما قلت لك انا كنت في الجيش وعارف كل المواقع اللي بتتم بتتعمل انترنت. ايه بقى الكود؟ شايف اللفه الطويله والفيلم اللي انا بشرحه لك ده عشان احسسك بقيمه الانترنت. الانترنت هي شبكه داخليه. يعني لان لان اللان دي لو انت، عشان ابسطها لك، عملتها في معمل خلاص وما وصلتهاش بالانترنت، حد في العالم هيعرف انك عندك معمل ومعمل متوصل كانه لان وفيه ايه وعليه برامج ايه وانت منزل ويندوز ولا لينكس ولا ايه الملفات اللي عليه؟ استحاله. حد هيعرف يخترقه؟ استحاله. ليه؟ ما هو انت عشان يتم اختراقك او عشان يتحط عليك، انا في مكان وانت في مكان، لازم ما بيننا وصله. طب الوصله دي انا قاطعها، يبقى يحط عليك ازاي ولا يخترقك ازاي؟ وصلت؟ فالانترنت هي شبكه داخليه مقفوله على المؤسسه او المكان دي. شايف هنا في السيركل دي كومباني اونلي، يعني طول ما الناس في الوحده العسكريه دي او في المؤسسه دي يقدروا يتعاملوا مع الاجهزه والداتا دي، خرجوا من المكان ده ولا يشوف المواقع دي ولا الداتا دي ولا اي حاجه. وصلت؟ طيب ماشي. عشان كده كل الحاجات اللي عندنا الحساسه في مصر كلها انترنت، مش محتاجه تكون ايه على الانترنت. طيب في ليفل تاني اسمه اكسترانت. ايه الاكسترانت؟ هي نفس اللي فاتت، يعني تجوب القبائل شبكه داخليه مقفوله على نفسها، بس فتحتها سنه وربتها، وربت الباب ازاي؟ وسمحت لبعض السبلاير الكاستمر الكولابوريتورز يخشوا عندي. يعني لا موقع على النت بس مش معنى انك تخش على الموقع تكتب لي مثلا www، مثلا انا بدي مثال يعني بنها يونيفرستي، تقدر تشوف كل الداتا بتاعت بنها وموقعها فين وايه الكليات اللي فيها. لا لا لا، انت عشان تشوف الداتا شكل عشان تعدي، يعني ادخل لي باكونت، اعمل لك حساب عندي عشان مش كل من هب ودب بيشوف بياناتي، او اسكيور بايرس ريكوجنيشن فيس ريكوجنيشن، اي سكيورتي اتخذها عشان مش ده اللي اكسس الداتا بتاعتي او الويب سايت بتاعي. لازم حد تراستد وانا عارفه وانا اديله البرميشن ده. فاصبحت وكانها انترنت بس باي اوبشن زياده اكسترنت. طب ممكن تدينا مثال لايف يعني اقرب لنا الفكره دي، او يعني يكون يفهمنا الموضوع ده؟ حاضر. لو بتعمل سيستم مستشفى، تمام، لو بنعمل ايه سيستم مستشفى، المستشفى دي فيها طبعا تخصصات والعيادات وفيها الاقسام الاشعه وكل ده مربوط بكله ببعضه زي، تمام. والسيستم ده بوتال، يعني ويب سايت الناس تخش عليه. طيب عشان احجز في المستشفى دي لازم عندي اكاونت، فانا ممكن اسمح باكاونت هي الناس تحجز، مش كل واحد دخل ويب سايت وعمل تشيك ايوه احجز عند دكتور ده خلاص لقط الحجز، او انا عايز اعمل ده اشتري البرودكت ده خلاص انا في. طب انت مين وفين ومسموح لك ولا لا وكده؟ فهي دي الاكسترنت. انترنت هي الشارع المفتوح. يعني ايه الشارع المفتوح؟ الانترنت يعني اي حد يقدر يشير اي حاجه واي حد يقدر ينشر اي حاجه، تمام. هو ده مين؟ الانترنت. عشان كده الناس بقى اللي قلت لكم زي اسرائيل وزي امريكا وزي الجماعه دول كلهم خلاص بيحطوا دايما موقعهم انترنت، لان بيخيل اليهم ان ايه، ان هم وصلوا لقمه العلم وقمه التامين وقمه البتاع، يقول بقى ايه الناس جربوا بقى وبيتحط عليهم في الاخر. فهمتوا بقى ليه المصريين بيعملوا رحم الله امرأة عارفه قدر نفسه، والتانيين دول قرب وجرب؟ فدي الفكره. احنا ما عندناش احتمال لواحد في المية ان احنا نعرض بلدنا ولا الامن القومي للخطر، لان احنا بنقول كل ده تامين بشري وليس تامين. احنا ما عندناش كارت بلانش من عند ربنا للتامين معاه، فانت بتعتمد مين على ما هو تم اكتشافه وما موجود من تكنولوجيا. فاحسن تامين لك انك تخليك مين؟ انترنت في الحاجات الحساسه والحاجات اللي هي دي.
طيب حبيت تضيف فيتشر ان ناس بتخش لك من بره عملاء زي المستشفى، انا مرضى تحجز، او حتى انت شركه عاوز ناس تعمل كوميونيكيت بيك تبقى تخليها اكسترا نت، بتعمل بقى معلومات عامه. واحد عامل مثلا موقع زي السياحه، عمل موقع سياحي، عمل موقع بيحجز مش عارف ايه، عاوز الناس كلها من اول اوفر ذا وورلد تشوف الموقع بتاعه وتستخدم الخدمات. عامل اوتيل، اعمل ريستورانت، كافيه، فتحطه على الانترنت مش هيجرى حاجه حتى لو حط عليك، ايه المشكله؟ واحد كتب وهكك وشتم مثلا، ما فيش اي ضرر يعني، الموقع تقدر تهوسته في مكان تاني او في حته تانيه متامن. وصلت قصدي في الفكره؟ فهي الفكره تبقى عارف انت في انهي ليفل وفي انهي ايه مستوى عشان تتعامل معاه. طيب انترنت اكسس تكنولوجي دلوقتي بقى، بما اننا اتكلمنا عن شبكه الانترنت والانواع اللي هو فرق ما بين الانترنت والاكسترا نت والانترنت، خلاص بالثلاثه سيكلز دول ازاي اكسس الانترنت. هي التكنولوجيز بتاعتها موجودين في التو سلايدز تو ده واللي قبلها. خلاص اول حاجه، ودي طبعا ممكن ما وقعتوش عليها، انا اشتغلت بيها عن نفسي شخصيا، حاجه اسمها الدايل اب تليفون. الدايل اب تليفون ده ايه؟ عشان اوصل بالتليفون كان فيه قبل ان اي سي كارت النتورك ده، كان فيه كارت حاجتين في واحد، فاكس مودم. المودم ده اللي هو موديوليتور ودي موديوليتور، اللي هو بيحول من سيجنال من انالوج لديجيتال، واند من ديجيتال ليه لانالوج والعكس. خلاص وده كان بيتصل بارقام معينه لو الناس فاكره يعني او تسمع عنها، كان في اعلان بتاع احمد بهجت على قناه دريم اللي هو سبعه بتاع النت 0.75 5000، وكان بقى النت سيئه والسرعه اقصى حاجه بقى ان هو بقى من طرف ايدك 46 كيلو بايت بسكند. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ما نفتحش بيه. انا افتكر وانا كنت طالب اجرت ساعه النت كانت حوالي 15 جنيه، الكلام ده سنه 97 في سايبر برد. تمام. الساعه دي تخيلوا قضيتها اعمل بيها ايه؟ اكريت اكونت على الهوت ميل. شاب متخيل المأساة. دلوقتي بعد كده، بعد التكنولوجي دي بقت الناس ايه، طيب لو تفتكروا يعني مرنا كده في فترة ان احنا ايه ناخد سايبرات بتاعت الانترنت او النت كافيه انتشرت، والبيوت بتاخد كابلات منهم عشان بيشتري اي دي اس ال او دي اس ال سريع شوية وبيوزع. بس اكتشفنا عيوب معينة. ايه هي؟ اللي هو بقى الناس اللي بتشغل برامج النت كات والانترنت كات، اللي هو بتقطع النت من عليك وتخلي عنده، ويقوم التاني بقى اللي قصاده يعمل مسطب برنامج تاني اسمه انتي نت كات، وده انتي نت كات، وما نخلص لحد ما ظهرت خدمة اللي هي بتوفرها السنترالات او الاشتراكات، ان كل واحد يبقى عنده اشتراك في السنترال بخط دي اس ال اللي هو ديجيتال سبسكرايبر لاين، يبقى عنده ايه خط لاين لوحده. خلاص في وسائل اخرى ان انا اكسس بيها الانترنت طبعا، وبنستخدمها من غير ما ناخد بان. الموبايل حضرتك بتبقى عامل طبعا في الاعلانات بتاع، ولسه الباقه شغال، الباقات بتاعت النت دي، الناس اللي عامله باقات على النت ده يعتبر نوع سيلولار خلوي، يعني اللي هو طبعا شايف وايرلس، اللي هو ايه بتاكس النت من خلال السيم كارد بتاعك بتاع الموبايل. في تكنولوجيا تانية اللي قال لك الناس عام 25 يناير قطعنا النت من عليهم وبرضه بيكتبوا بوستات والناس بتخش على النت، دخلت ازاي؟ فكره الساتلايت انها بتكومنيكيت، وطبعا لها تكنولوجيا معينه وطريقه معينه بتكومنيكيت بسيفر وتاكس النت من خلال مين؟ الساتلايت. كل دي اشكال مختلفه. طب الشركات المؤسسات الكبيره زي افرع اي بي ام ومايكروسوفت اللي هنا في مصر، هل استخدم الدايل اب ولا الدي اس ال بتاعنا الكلام ده؟ لا طبعا، ده بتبقى استخدم حاجه اسمها دي ال ال اللي هو ديديكيتد ليز درايف. وده افتكر ان انا وانا طالب كان دكتور بدون ذكر اسماء بقى كده الله يرحمه يعني مات، كان بيقول انا اول واحد في مصر جايب الديديكيتد ليست لاين، كلنا فتحنا بقنا وايه ده وايه ده. قال ده خط جاي من الماسوره الام في السنترال لبيتي او شركتي على طول. طيب ماشي عادي، ايه المشكله؟ ايوه ايه الفرق يعني؟ الجو في الشخص ده هكذا كان بيقول الكلام ده برضه، كانت حوالي سنه 98. كم؟ 10,000 جنيه. 10، تخيل ما تقول 10,000 جنيه في النت، اللي هو كان اجدعها جهاز بي سي، ما كانش اللابات منتشره، بتجيبه بسلطاته ب 4.5، ده بيدفع 10 ليه يا عم؟ ليه؟ انت فاهم؟ اصل ده خط مش عادي، ايه السرعه بتاعه طلقه؟ الخط اللي جاي من السنترال ده احنا عندنا في البيوت بيمشي عليه حاجتين، داتا اللي هو نت انترنت، وتليفون اللي هو الفويس، صح؟ ده بقى كله على بعضه، البوتات التشانلز بتاعته القنوات بتاعته ما بتمشيش الا نت وبس، يعني ما فيش حاجه تليفون فيه، هو مخصص كله للنت. فعشان كده الشركات الكبيره اللي بتجيبه. سمعت مؤخرا يعني ان جاوا في الشهر حوالي 150 الف جنيه او حاجه زي كده دلوقتي يعني في الايام دي. ما علينا. وفي دي التكنولوجيز او ازاي الناس تاكسس او تجيب في بيوتها مين انترنت بشكل عام.
تراديشنال سيبريت نتورك. بيقول لك زمان كان شكل النتورك بتاعتي كانت نتوركات مخصصه لحاجات معينه، في نتورك خاصه انها تبقى سنترال يعني بس تبعت اوديو، في نتورك خاصه انها تعرض فيديو، في نتورك خاصه انها تبعت داتا او رسائل. دلوقتي نواديز لا، بقت هي شبكه واحده ببعت فيها كل حاجه، اقدر ابعت فيها اوديو فيديو فويس زي ما انت عايز. ده الايه التكنولوجيا الحديثه. نتورك اركتكتشر الجزء ده مهم. اما اجي اعمل ديزاين للنتورك، ديزاين زي ما الانجينير بيعمل ديزاين للعمارة او لكوبري، ايه الحاجات لازم ياخدها في اعتباره؟ الاربع حاجات دول عشان تبقى ريلايبل نتوركس. يعني الديزاين بتاعي ده يعني ايه ريلايبل؟ يعتمد عليه ما يقعش، مش اي شويه هوا كده يوقعوا لي العماره تبقى عماره خيبانه يبقى المهندس اللي بنيها خيبان. ذا سيم سيناريو مع النتورك، لما اجي ديزاين نتورك لازم تكون فولت توليرانس، يعني فيها نسبه من التسامح، يعني مش لما جهاز يقع الشبكه كلها بتاعتي تقع. السكيلابيليتي، لما ازود اجهزه في الشبكه بتاعتي ما يقولش الضغط زاد يبقى النتورك بتاعتي مش كويسه. كواليتي اوف سيرفيس، لما يحصل حاجه معينه او اركز عليها النتورك تبوظ. كل ده السكيورتي، محدش يقدر يخترقني. اذا راعيت الاربع حاجات دول وانا بديزاين الاركتكتشر بتاع النتورك بتاعتي، يبقى النتورك بتاعتي هتبقى ايه في الاخر؟ ريلايبل، يعني اعتمد عليها وما تتاثرش بالكلام ده. نشوف السيناريو، يعني ايه فولت تولرانس؟ شبكه زي دي تمام، لو الراوتر ده حصل له فيلير، اتحرق، باظ، اتطفى، هل الشبكه، ده بقى السؤال ذات الكويشن، ستيل ورك او دو اتس تاسك؟ ليه ده اتحرق او ده باظ؟ لسه هقدر اوصل للجزء ده من الشبكه تمام من خلال الراوتر ده، في عندي الترناتيف ايه ديفايس. فساعات بيحصل دابليكيشن للانترميديت ديفايسز للراوترات والسويتشات عشان لو جهاز باظ الشبكه ستيل وورك، يبقى ساعتها الديزاين ده ريلايبل، حلو كويس يعتمد عليه. طب لو كان في راوتر واحد والجزء ده وقع، يبقى الديزاين ده ايه مش حلو. طيب السكيلابيليتي، دلوقتي الشبكه الاصليه انا كنت مصممها فيها الاثنين لان دول والراوتر ده، زودت برانش جديد، الفرع اللي هو بالاخضر ده ما كانش موجود، هل ده يعني زاد فالضغط كده زاد على الشبكه، هل ده اثر على الورك بتاعي؟ بقت النت بطيئه، بقت السرعه بطيئه. لو اثر يبقى الديزاين بتاعي ايه مش حلو، ما اثرش يبقى ريلايبل. كواليتي اوف سيرفيس، الجوده ازاي؟ دلوقتي انا مثلا شركه متخصصه ان انا ببعت اي حاجه، سي انا اي ليرنينج سيستم، فاهم حاجه عندي الفيديوهات، سي انا فويس سيستم بعمله مثلا برد اتصالات او بستقبل حاجات، فاهم حاجه عندي الفويس، فالكواليتي بتاع السيرفيس ديت متاثره ولا تمام؟ اذا كانت تمام يبقى مفيش مشكله، اتاثرت يبقى ايه في مشكله. السكيورتي، ايوه ما ينفعش ان حد يخش على الديفايسز بتاعت الراوتر او السويتش ويقدر يغير الكونفيجريشن، لازم يتسال على مين، لوجن وباسورد، يوزر نيم باسورد، انت من حقك انك تخش ولا لا؟ كده يبقى متامنه، لو تم اختراقها يبقى ايه مش متامنه. نيو ترندز، ايه الاتجاهات الحديثه في علم النتورك دلوقتي؟ اربعه كونسبت، بايد، اونلاين كولابوريشن، فيديو كوميونيكيشن، كلاود كومبيوتر. بايد اللي هو اختصار برينج يور اون ديفايس، يعني ايه الكلام ده؟ هات جهازك، شايف الاجهزه دي عباره عن تابلت، موبايل، لابتوب، اي جهاز تقدر تاكسس السيرفيس بتاعتي، هو ده الناس بتشتغل عليه. كان زمان اما احنا مثلا هدي مثال، وانا في الكليه طالب، عشان اكسس اللايبراري بتاعتي، المكتبه بتاعتي او اي خدمه من الكليه لازم اكسسها من جهاز جوه الكليه او الجامعه. ذا سيم سيناريو في المدرسه، في السكول بتاعك ذا سيم سيناريو، فين؟ في اي مصلحه حكوميه. لكن دلوقتي لو انت عايز تاكسس خدمه مثلا، تشوف مخالفاتك، تشوف تطلع رخصه بتاع، تقوم فاتح الموبايل والابلكيشن وتطلب الخدمه وتجيلك اوتوماتيك على طول. فده خدمه ايه؟ برينج يور اون ديفايس. مش مهم، هات ديفايسك ايا كان الديفايس، ايا كان انت فين، وهنقدم لك السيرفيس ده كله بفضل مين؟ النتورك. فده دايما دلوقتي او ده الترند اللي ماشيه بيه. الاونلاين كولابوريشن كلمتكم عنه قبل كده، الناس دلوقتي بتتجه انها ديفلوب سوفت وير اونلاين، يعني على ويب سايتس، بحيث ان انا وانت وغيري نقدر نشوف ويبقى في كولابوريشن ما بيننا، انت تضيف حاجه، تعدل في حاجه، زي ما اديتكم مثال لجوجل ابس، انت مثلا فايل وورد مطلوب منك ريبورت، فانتوا تيم خمسه، ده عمل انترودكشن، ده عمل ابستراكت، ده عمل كونكلوجن، ده حط الادفانتج الديس ادفانتج في فايل واحد وكلكم في اماكن مختلفه. دي الاونلاين كولابوريشن بفضل النتورك ساهمت في ده. الفيديو كوميونيكيشن تمام، اللي هو الاتصال مع العالم الخارجي او مع الناس التانية، هنشوف الفيديو ده مع بعض هيوضح لنا. I would like
like to thank you all for joining us. Cisco Telepresence powers the new way of working, where everyone, everywhere. Where can be more productive, live, play. زي ما احنا شايفين اهو ناس قاعدة اهو في اجتماع وناس تانية في اماكن تانية. ده زي مجلس الادارة اجتمع بالناس دي في كوميونيكيشن، فده نوع من الكوميونيكيشن. الدكتور ديت كانت قاعدة في المستشفى ودول بتوع الاسعاف، حالة امرجنسي، قاسوا قياسات معينة، بعتت لها بيزد عليها، خدوا قرار معين. هنا بيعملوا قرارات مصرية فوتنج. دي مدرسة عند ناطحات اللي هي توليد الطاقة من المعايا اللي هي الكلير الطاقة النظيفة، خدوا، فهي بتوريهم من هناك وهم قاعدين في البيت. دي مثلا مهندسة في مصنع عدلت في حاجة في ديزاين معين، بتعرضه على رؤسائها وبتبين هما في مكان وهي في مكان. دي كلها وسائل كوميونيكيشن عن بعد. ده هو الموظف بعد ما خدوا قرار بتقوله يعملوا ايه بالظبط قبل ما يوصلوا لها. حاجات كتيره جدا بتفرق في حياتنا الخاصه او العامه لو حصل كوميونيكيشن اون تايم. شايفين الطلبه لما شافوا المروحيات ديت اللي هي اسمها ايه؟ اللهم صل على النبي، اللي بتولد الطاقه، انا نسيها دلوقتي، مش مجمعه معايا. الترند اللي بعد كده كلاود كومبيوتنج. ايه الكلاود كومبيوتنج ده؟ ده في منتهى البساطة ممكن أشرحه وأقول لك كالآتي. فكرة الكلاود دلوقتي، أنا كشركات كبيرة، مايكروسوفت، أمازون، أي بي إم، ديل، اشتريت هاردويرز عشان اليوزرز بتوعي، سيرفرات وراوترات وسويتشات وكل الكلام ده. بعد ما اشتريت الحاجات دي اكتشفت إن أنا بخدم اليوزرز بتوعي بالسيرفيس المختلفة، وكمان عندي فائض، فانا حابه استثمر الفائض ده ازاي. حضرتك بروجرامر وعايز تجرب برنامج على جهاز لينكس، مش لازم تنزل لينكس، او جهاز ماك او جهاز اندرويد وانت مش معاك دلوقتي، فممكن تعمل ترنت تتأجر من مايكروسوفت سيرفر او بي سي عليه الاوبريتنج سيستم ده، تمام؟ تأجره باليوم بالشهر، وهم ايه بيحددوا لك البرايس ليست اللي انت المفروض تدفعها. فدي خدمه هم اوريدي عندهم الهاردوير بتاعها ودافعين ثمنها وريدي بيستفادوا بيها. فهي دي فكره الكلاود. الكلاود كومبيوتنج ده بيبقى في الغالب بورتال، يعني ويب سايت، وانت اللي بتحدد المواصفات في الاجهزه اللي انت عايزها دي، وهي تعتبر الانترفيس ما بينك وما بينهم. وصلت؟ ده بمنتهى البساطه. كلاود كومبيوتنج ده طبعا دلوقتي بقى فيه ترند جدا ماشي على مستوى العالم كله، ان انا ايه يقول لك حط الداتا على الكلاود، اعمل الشغل على الكلاود. الكلاود ده ميزه وعيب. ميزه البروسيسنج بتاعه كويس وعالي، بس بيتطلب هاي سبيد اوف انترنت، ولو كونكشن اتقطعت خلصت. عيب ان انا مش عارف الداتا بتاعتي على انهي سيرفر في انهي حته في العالم. يعني مستوى العالم مثلا اي بي ام عندها 64 سيرفر متوزعين ما بين اليو اس وانجلترا وسيدني واستراليا والحتت دي كلها. طب الداتا بتاعتي فين؟ الله اعلم. طب لو حصل مشكله ما بين الدولتين دول ممكن يقطعوا عني الداتا؟ طيب والصح، انت مع الكلاود ولا ضد الكلاود؟ لا، انا مع الكلاود بس عندنا في بلدنا، ابني ماي اون كلاود عندي، السيستم بتاعي ابني على كتفي، ما اقعدش ادور عليه، تمام؟ ماشي. ميزه الكلاود اللي هم دايما بيروجوا لها، يقول لك انت كمستشفى ما تيجي تشتري او تبني سيستم بقى يدير المستشفى ويوصل ويعمل شبكه. الناس كانت بتعملها ازاي؟ ممكن تدفع ملايين ملايين ملايين، فين؟ مش في الاجهزه الطبيه ولا الدكاتره، عشان تعمل سيستم يدير او الكتروني لاداره المستشفى والاشعاعات والتحاليل والكلام ده، ملايين. الناس عندنا في مصر بتحب تدفع الملايين في هاردوير تمسكه، لكن تفاجئ الملايين دي في سوفت وير. ايه سوفت وير؟ انا مالي انا؟ لا طبعا، ايه السوفت وير اللي يبقى ده؟ انتوا نصابين. لا مش نصابين، مش نصب، بس العمليه كده مكلفه. فيجي بتوع الكلاود يقول لك ايه، انا اعمل لك بربع الكلام ده، بس في الشهر هتدفع لي ايجار كذا. فتبص على الكوست، يا سلام، دي حاجه كويسه، بس انت كده انت متباع. الداتا بتاعتك والبيشنت بتوعك وكل ده عندهم، يقدروا يعملوا اللي هم عاوزينه، ويقدروا يعملوا اناليسيز، ويقدروا يتجسسوا، ويقدروا يعملوا كل حاجه. فانا مع ان الداتا الامن القومي بالذات بتاع المواطنين، سواء
هتقول لك لا يعني شويه ناس عيانين هيعملوا بيهم ايه؟ يعملوا بيهم ايه؟ انت عبيط يا ابني، شويه يجيبوا بيها بلاوي يا عم، بطل بقى تهويل والكلام ده. لا يكفي مثلا ان انا اعرف المستشفى بتاعتك او السيستم بتاعك بيجي لك مثلا كام عدد بيشنت في السنه، والبيشنت دي تصنيف الامراض فيهم ايه، يبقى انا كده اقدر استغل او اسرب المعلومه دي لشركه ادويه يا فلانه يا فايزر يا اكس يا واي، مصر عندها ناس بتوع فيها سي كتير، اعملي عروضك للموضوع ده. وصلت المعلومه يا جماعه؟ المعلومه المره المليون اهم، اهم من الذهب ومن اي حاجه تانية، ولها سعرها والناس اللي بي ايه بيدفعوا ثمنها. الناس فاكره ان الكلام ده مش حقيقي، لا حقيقي حقيقي. طب واحد تاني يسال، هو الفيسبوك ده بيكسب منين؟ والاسهم بتاعته جايه منين؟ منا من كل واحده فيكم او كل واحد فيكم عمال يعرض ازيك يا بنت خالتي عامله ايه، انا رحت النهارده طبخت ايه عملت ايه، الحاجات التفاهيه من البوست، لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمد سبحان ايه يا عم، ايه علاقه البوستات دي انت عبيط انت؟ ايوه انت متباع، انت مش بتدخل بيانات ليك. ايوه ايه البيانات دي يعني؟ ما اقول ما انا ممكن ادخل مش بيانات اصليه. أي بس كم واحد ما بيدخلش بيانات اصليه؟ وهي دي النصيحه، مش مهم انت مش هتدخل بيانات اصليه بس هتكلم ناس اصليين. انت عامل فيها عم النصح؟ ايوه هعرفوا داتا انه مثلا ميلاد المصريين مع بعض مثلا بيتكلموا عن ازمه مش عارف الميه او ازمه السكر، يعرفوا ده مصر عندها سكر اضغط عليها بده، عندها مشكله في القمح اضغط عليها، الحرب ما بين الدول مش بذخيره ومدفع ومين اللي عنده صواريخ ومين اللي عنده، بقت بالمعلومه، مين اللي عنده معلومه عن التاني ويستغلها امتى وفين وصح. وصلت؟ ياه ده احنا كده دوله ضعيفه وميتين وما فيش منا امل. طب عبيط لو فاهم ده، افتكر يوم 25 يناير اما في عز ضعف مصر وانهيار مصر يقول لك شرطتها وقعت والله اعلم مصير البلد ايه والكلام ده كله والجيش وفين، مصر قالت ايه؟ ها مسكت الجاسوس اللي في ميدان التحرير يا عم ده بالصدفه ماشي، وقالت لميركل بعدها بفتره امريكا بتتجسس عليك. صح ده معنى ايه؟ يعني معناها عندنا اجهزه قويه وعارفه شغلها تمام، المعلومه دي لسه عارفها، لا عارفها من زمان بس استغلتها في الوقت الصح. ما حصل ضغط على مصر، حصل ضغط على مصر ان ما كانوش قابلين بان غير الاخوان يمسكوا، وانه قابلين مصر ده انقلاب ولا مش انقلاب والقصه دي. طيب خلاص انت هتضايقينا، طب خدي بقى المعلومه دي موقعكم بقى توقع امريكا في المانيا شويه معايا. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ مش عشان فكره السياسه او فكره، لا فكره انك تحس ان المعلومه ممكن تدفع فيها ملايين وتحقق لك حاجات، بس الفكره ما تبقاش عبيط وتستغلها صح ماشي. ناس يعني ناس كتير جدا بتفرح بالكلام دوت بس لازم تبقى عارفاه. قلت لك في البرزنتيشن اللي فات في اللي كانت خضره اوكي، ان كان احد التفكير ان الناس يفكروا فيه ان هم يبعتوا الداتا في الدايرينج اللي وصلها في الصحي والالكتريستي والتليفون ويسوا في الاخر على تليفون نتورك. هنا بيقول ان احد النيو ترندز اللي احنا بننا او ازاي اوصل او انقل الداتا ما شوش المنزل ويبقى كله كيبوردز على خط الكهرباء نفسه، ابعت السيجنال بتاعت النتورك ونجحوا في الكلام ده ان هم يبعتوا الداتا بس باجهزه معينه وحاجات معينه، ويبتدوا يوزعوا النتورك من خلال مين؟ الالكتريستي كيبورد نفسه، وقدروا يفصلوا السيجنال بتاع الباور الالكتريستي عن النت تمام؟ السكيورتي ثريدز دي يقول لك الناس تاخد بالها من التهديدات اللي ممكن تقابلها فتستخدم فاير وول عشان لو حصل اتاك او الكلام ده كله. وده الهرم اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو البيزك اللي هو في البدايه البيجنر الانتري او الاسوشيت فوق البروفيشنال فوق الاكسبرت، وبعد كده تبقى اركتكتشر او اركتكت سوري في السي سي ان اي. بكده خلصنا شابتر 1. يا رب الناس تكون استفادت وشكرا.